أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل اليوم محاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال من المصابين بالسرطان، والنهاردة بإذن الله هيكون عندنا المحاضرة الثالثة والأخيرة في الفيميل ريبرودكتيف سيستم. وكعادتنا بنحب نبتدي بمالتيبل تشويس كويشنز على المحاضرة السابقة، وهي one answer is correct. ففي أول سؤال: regarding progesterone mostly bound to globulins، خطأ طبعا، هي mostly bound to albumin. The level البروجسترون level has maximum peak at ovulation، لا هو في الميديوتيال فيز. In minute amount it augments its surge، دي الإجابة الصحيحة C. It inhibits respiration، لا هو it stimulates respiration. السؤال الثاني: regarding the estrogens the most potent type is E2، اللي هو الاستراديول، ده الموست بوتنت وأكتر واحد فيهم. طيب السؤال الثالث: regarding estrogens all are correct except، يعني هنا هنختار الإجابة الخاطئة. The cause union of epiphysis after growth spurt، صح. They increase cholesterol in blood، خطأ، وما بيقللوا الكوليسترول in blood. They increase thyroxine binding globulin والكورتيزول binding globulin، إجابة صحيحة. They increase actin والميسين in myometrium، إجابة صحيحة، وعشان كده بيقوي انقباض الرحم. طيب السؤال الرابع: during menopause which hormone is decreased؟ طبعا احنا عارفين المينوبوز ده بيحدث اساسا يا اولاد زي ما قلنا في الاوفري، فبيقل الايستروجينز والبروجستيرون وعليه يزيد الجوناتروبين ريليسنج هرمون، وعليه يزيد الاف اس اتش والال اتش، وعليه يزيد الاندروجين. يبقى الوحيد اللي بيقل هو الايستروجينز. ايه السؤال الخامس: regarding anovulatory cycles all are correct except، يعني اختار الإجابة الخاطئة. هو caused by lack of sufficient LH surge، إجابة صحيحة. الكوبس لوتيوم is absent، إجابة صحيحة. السايكلز ار شورت، إجابة صحيحة. there is metal smears pain، اللي هو lower abdominal pain in the expected time of ovulation، لا طبعا ده لو في ده يبقى المعده، ده احد اثباتات ان في اوفيليشن، وعليه تبقى دي الاجابه الخطا. الميتل سمارز بين مش موجود في التايم اوف اوفيليشن، تبقى دي. وعليه السؤال الاول اجابه سي فور كات، الثاني والثالث بي فور بيبي، الثالث اي فور الفا، الرابع دي فور دادي. طيب النهارده يا اولاد عندنا هنقول المحاضرة الثالثة في الفيميل ريبرودكتيف سيستم، واحنا بناخد قصة مع بعض بتبتدي بالفيرتلايزيشن، ست يعني نقاط فيرتلايزيشن، وبعدين بري امبلانتيشن، وبعدين امبلانتيشن اوف فيرتلايز اوفر نمرة 3، ثم البريجنانسي نمرة 4، ثم البارتوريشن او الدليفري او الليبر نمرة 5، ثم اللاكتيشن نمرة 6. يعني هندرس 6 مواضيع الحقيقة. برضه عشان نتفق، أول 3 مواضيع ممكن ما تدرسهمش خالص، بس أنا بقولهم عشان بحب أقول موضوع متكامل. وعليه المهم هو البريجنانسي واللاكتيشن والدليفري، اللي هم التلاتة الأخرين. بريجنانسي وراها هيحصل الدليفري أو بارتوريشن، وراها هيحصل اللاكتيشن. دول التلاتة المهمين ولا ياخدوا وقت أطول. التلاتة التانيين عايزين نقولهم كده بإذن الله يا أولاد في عجالة. فنبتدي بإذن الله بالتلاتة الأولانيين مش مهمين، اللي هو أول حاجة fertilization، يعني مهماش مواضع أسئلة كثيرة. fertilization معناها هي الفيوجن of sperm with mature ovum، ده التعريف بتاعها هو الفيوجن اوف سبيرم وذ ماتيور اوفر.
طب التايم بيحدث امتى؟ في نص السايكل، في الاوفيليشن، في نص السايكل 14 to 16 days of ovarian cycle، من اليوم ال 14 ليوم 16 في الاوفيليان سايكل. ده كان الزمان. طب المكان سايت، قلنا في الأمبولة أو فالوبيان تيوب، الحتة المنتفخة في الفالوبيان تيوب، قلناها حتى في مزاح عشان تفتكرها، اللي هي قلنا إيه يا أولاد؟ فعل فاضح في ميدان عام، يعني في أوسع حتة في الفالوبيان تيوب وهي الأمبولة بيتم التقاء السبيرم بالبويضة. طيب نيجي النقطة الثالثة في الفيرتلايزيشن، preparatory steps for fertilization. هنقول ماذا يحدث في الأوفم وماذا يحدث في السبير. بالنسبة للأوفم، السكند مياتيك ديفيجن بيبتدي ويبقى arrested in metaphase، بيبتدي لكن ما بيكملش غير بعد الفيرتلايزيشن زي ما هنشوف. وتاني حاجة ان الأوفم والكرونا رادياتا، لما وصفنا عملية الأوفيليشن اللي هي قلنا ان البريشر بيزيد في الماتيور جافيان فوليكل وفي نقطة بتضعف اللي هي الستيجما، البريشر يزيد ونقطة تضعف، بوم، ينفجر الماتيور جافيان فوليكل وتنطلق الأوفم وراها فيوسي سيزو بلاد ليتلقفها أهداف الفالوبيان تيوب. فالأوفم بتنطلق مع طبقة من السيلز حواليها اسمها كورونا رادياتا. طيب من المعلومات القيمة في الـ MSQ، ودي قلناها قبل كده، ان الأوفم retains الكاباسيتي فور فيرتلايزيشن، يعني قابلة للإخصاب طوال الشهر، تصور شهر كامل البويضة قابلة للإخصاب نص يوم بس من 12 ل 14 ساعة. ومع ذلك بقول يعني برضو في مزاح، هناك انفجار سكاني، يعني الناس ظبطة روحها على التايم اوفيليشن تماما، مع ان طوال الشهر الاوفم is liable to be fertilized وممكن يحدث حمل فقط 12-14 ساعة، بينما السبيرم retains the capacity for fertilization 1-2 days، يعني اطول شوية. حتى بقولها ده اصول الاتيكات، يعني الاوفم اللي تمثل انثى استنى فترة قصيرة جدا، يا يلحق يا ما يلحقش السبيرم، بتستناه من 12-14 ساعة، نص يوم، انما هو يقدر يقعد يوم ليومين، عشان ما تنساش. ده كان فيما يخص البويضة. نيجي النقطة التانية بقى، البريباراتوري في الفيرتلايزيشن، ازاي السبيرم بيصعد للأوفم. ما احنا قلنا الفيرتلايزيشن هيحصل هنا في المكان البشاعي اللي هو الأمبولة اوف فالوبيان تيوب. ففي أربع عامل بتساعد الاسنت اوف سبيرم عشان يوصل الأمبولة. خد بالك ان السبيرم بيتحط في الفاجينا، فانا واخدهم بطريقة جميلة من تحت لفوق. الحاجات اللي بتساعد الاسنت اوف سبيرم، ان قلنا ان السيمينال فيسيكل، السيمينال فلويد، اسف، السيمين يعني، بيبقى الكالاين، وقلنا ليه؟ عشان ينترايز الاسيتي اوف فاجينا والا يموت. وقلنا مين المسؤول عن الالكالينيتي اوف ذا سيمين؟ البروستاتيك سكريشن. ده سؤال مهم جدا في ام اس كيو. طب نطلع هنا بالنسبه للفاجينا، السيمين بيكواجيليتس، يعني السيمين ما بيقعدش في الحاله السائله، انما بيتجلط، بيتجمد، بيجبن بمعنى اخر، يعني لما عارف لما اللبن يجبن اهي نفس الفكره، السيمين بيجب، لان طبعا لو قعد في الحاله السائله هيسقط من الفاجينا، يبقى هيطلع ازاي لحد الامبوله؟ فهو لما بيحصل له حاله من الكواجليشن بيستقر في الفاجينا. نطلع ثلاثه في السيرفكس، ايه اللي يساعد عبوره في السيرفكس؟ قلناه ان في وقت الاوفيليشن بسبب الايستروجين بيبقى السيرفايكال سيكريشن الميوكس ده very thin والكالاين. وبعدين نمرة أربعة اللي هي اليوترس والفالوبيان تيوب، قلنا بتعمل contraction relaxation فبتكريت نيجاتيف بريشر يساعد الاسنت اوف سبير. فما يقول لك في الشفوي ايه العامل اللي بتساعد الاسنت اوف سبير او سبيرماتوزوا تو امبولا، تقول له الاتي اربع حاجات من تحت لفوق، ان السيمن اللي بيمنع قتل السبيرم هو الالكالين سيمينال فلويد بسبب البروستات بيعادل الاسيتو فاجينا. وبعدين تطلع لفوق نمرة بي، الفاجينا السيمن بيكواجيليتس فيها، ما بيقعدش في الحاله السائله، لو قعد في الحاله السائله هيسقط ينزل.
السيرفكس بسبب الايستروجين في وقت الاوفيليشن يبقى ثين والكالاين. ثم الانقباض المتكرر rhythmic contraction of uterus and fallopian tube بيكرييت نيجاتيف بريشر بيسك السبيرمز. طيب من المعلومات اللطيفه، تفتكر الرحله بتاعت السبيرم عشان يطلع لحد الامبوله بسبب الاربع عامل دي بتاخد قد ايه؟ بتاخد just one hour. طب تفتكر من ملايين السبيرمز، احنا قلنا كل سنتي فيه 100 مليون، بيوصل للبويضه كام؟ 50 ل 100 سبيرمز فقط هما اللي بيوصلوا للاوفر. فقط 50 ل 100 سبيرم بيصلوا للاوفر وفي غضون الساعه. طيب عمليه بقى الفيرتلايزيشن انفولفز العمليات الخمسه الاتيه. انت هتلاقيهم، انا عاوزك عشان تفتكرهم بطريقه لطيفه، ماشيين يا اولاد بترتيب لطيف خالص. يعني انا عاوزك تتخيل السبيرم بيمثل الذكر والاوفم بتمثل الانثى. فالانثى بتاتراكت، بتجذب الذكر. فاول حاجه بيحصل كيمو اتراكشن، يعني السبيرم بيبقى اتراكتد بكيميكال سبستانس بتطلع من الاوفم. دي اول خطوه اللي هي الانجذاب اتراكشن. طيب وصل لها يحصل ادهيرنس، الالتصاق. السبيرم بيلتصق بحاجه اسمها ZP3 ريسبتور. ZP ده اللي هو زونا بيلوسيدا 3 ريسبتور، يعني في ريسبتور في الزونا بيلوسيدا اللي حوالين الاوفم، الطبقه الرايقه اللي حوالين الاوفم، يروح ماسك فيها السبيرم. العمليه دي مدييتد بايه؟ ببروتين على السيرفيس اوف ذا سبيرم هيد. يعني هو في بروتين على راس السبيرم بيمسك في الريسبتور اللي على البويض، بيسموه حتى فيرتيلين. اي ان يعني بروتين مهم للفيرتلايزيشن، فيبقى يسموه فيرتيلين. وعلى فكره ده جزء من التغيرات اللي بتحصل في دماغ السبيرم. فاكرين لما قلنا السبيرم بيعمل دماغ، بيحتاج 7 ساعات يعمل فيها دماغ في الفيميل ريبرودكتيف سيستم، وسميناها اكروزومال رياكشنز لو كنت فاكر. يبقى اول حاجه في الخطوات الخمسه بتاعت الفيرتلايزيشن هو ان البويضه جذبت السبيرم بماده كيميائيه، ثم التصق السبيرم بالبويضه. طب بعد الالتصاق يحصل في منطقة الالتصاق بريك داون اوف فيوجن اريا، ويحصل ريليس اوف سبيرم نيوكليس انتو ذا اوفم سيتوبلازم. يعني يدخل السبيرم نيوكليس جوه الاوفم سيتوبلازم. نقطة رابعة، هذا الفيوجن يؤدي إلى ليدز تو. أول حاجة ما احنا قلنا في 50 ل 100 سبيرم وصلوا. السبيرم اللي نجح في الدخول البويضة، بقى بيحصل الفيوجن ده بيؤدي إلى بريفنشن اوف بولوسبيرمي. يعني ما فيش غير سبيرم واحد يدخل، باقي كله يطرد. ازاي ده بيحصل؟ بطريقتين، ان بيقل الممبرين بوتنشال الاوفم، بتقل الكهرباء بتاعت الاوفم فما بيحصلش اتراكشن المقيم، وبعدين عن طريق الانزيتول ترايفوسفيت في الاوسايتس. قلنا ده الانزيتول ترايفوسفيت خدناه في الاندوكراين، كان بيزود الكالسيوم، يعمل كالسيوم ريليز، يعمل اكزوسايتوزيس لسمول جرانيولز، يطلع سمول جرانيولز من البويضه. السمول جرانيول دي تريليس انزيمز، الانزيم دي تنشف، تعمل هاردنج اوف زونا بيلوس، فما يقدرش سبيرم اخر يخترقها. يعني هو وان سبيرم، يعني وانس واحد دخل قفل البوابه على اللي وراه. ازاي؟ بنقص الممبرين بوتنشال، ونمره اثنين بالانجيتول ترايفوسفيت اللي يجيب لنا كالسيوم، اللي يعمل اكزوسايتوز للسمول جرانيولز، تنشف الطبقه الرايقه اللي حوالين البويضه فتمنع دخول سبيرمز اخرى. طيب وبعدين قلنا بعد الفيرتلايزيشن هيحصل كومبليشن اوف ذا سكند ميوتيك ديفيجن. ما احنا قلنا كان حصل السكند ميوتيك ديفيجن كان ابتدى قبل الفيرتلايزيشن، اهو بيجان وارستد في الميتافيز، يكمل بعد ما يحصل فيرتلايزيشن. النقطه الخامسه، ان الاوفم، بقولها حتى في تعبير يعني عاطفي شويه، تحتضن، تهج السبيرم. ازاي؟ فورميشن اوف فيرتلايزيشن كون، يعني مخروط الاخصاب. ازاي ده؟ بيطلع مايكروفيلايف من الاوفم اللي هي خمائل صغيره، وبعدين انجلف السبيرم هيد زي ما قلنا في الاوفم سيتوبلازم، فيسموها زي ما انت شايف كده فيرتلايزيشن كون. ده اول عمليه في العمليات السته اللي هناخدهم النهارده، ومش مهمه الفيرتلايزيشن، هتسمعها بس.
يعني مش عاوزك تقعد تركز في حفظها. نيجي للعمليه الثانيه من العمليات السته اللي هي البري امبلانتيشن، ما يسبق الامبلانتيشن. اهو ان الزايجوت اللي هو ناتج اتحاد البويضه مع السبيرم يحصل فيه حاجتين، ميتوتيك ديفيجن. خد بالك بقى ده مش انقسام اختزالي، ده اقسام عادي، ميتوتيك ديفيجن. حتى نشوف بعد شويه انه لما يدي تو سيلز يبقى يسموه بلاس تو مير، ناقصه ايه اللي هنا يا ولاد؟ بلاس يعني مخلق، القطعه المخلقه. ممكن نصلحها نسميه بلاس تو مير اهي. في ثانيه واحده هنحط ال بلاست يعني مخلق ومير يعني قطعة، القطعة المخلقة. لما يتحول بعد كده إلى 20 لـ 100 خلية يسموها الموريلا. موريلا يعني التوتة، عارف ثمار التوت اللي بناكله؟ ده معنى كلمة موريلا. يبقى أول حاجة حصلت في الزايجوت اللي هو ناتج اتحاد الأوفم مع السبيرم إنه انقسم. أما يبقى خليتين نسميه بلاستومير. لما يبقى من 20 الى 50 خليه، من 50 ل 100 خليه نسميه موريلا. موريلا يعني التوته. يبقى لما يبقى خليتين نسميه بلاستومير، لما يبقى 50 ل 100 نسميه موريلا. طيب تاني حاجه تحصل في الزايجوت انه ينزل في الفالوبيان تيوب عشان يروح لليوترس. احنا قلنا الاخصاب حصل في الامبولا هنا، اوسع حته في الفالوبيان تيوب، عشان يديسند وينزل اليوترس ده بياخد 3 ل 5 ايام. اما الامبلانتيشن نفسه انه يتزرع في جدار الرحم فده بياخد 2 to 4 days. يبقى يوصل يوترس في 3 ل 5 ايام والامبلانتيشن ياخد 2 to 4 days. طيب نيجي تاني خطوه بقى بعد ما اتكلمنا على الزايجوت، حاجتين انه انقسم نمره واحد وديسنس نمره اثنين. الخطوه اللي بعدها بقى ان الموريلا دي كونتينز فلويد، تحتوي فلويد يملى الكافيتي. الموريلا اللي هي التوتال عباره عن 50 ل 100 سيلز، فتسيبريت لمجموعتين. الموريلا الخلايا تنقسم الى مجموعتين، انر سيل ماس دي هتعمل الجنين الامبريو، طب واوتر سيل ماس دي هتعمل التروفوبلاس اللي هو بيغذي الامبريو اللي هو بدايات البلاسينتا. يعني الموريلا هتنقسم لحتتين، الجزء الداخلي يعمل الجنين، الجزء الخارجي يعمل التروفو بلاس. تروفو يعني مغذي وبلاس يعني مخلق، المغذي للحاجه اللي هتخلق. نقطة رابعة ان الزونة بيلوسي ده يحصل لها شيدنج، تسيح بايه؟ بليتيك فاكتور. مين هو الليتيك فاكتور؟ هو البلازمين اللي كان بيسيح الجلطة، يسيح الزونة بيلوسي ده، وده بيطلع من الديسيديوال سيلز. الديسيديوال سيلز اللي هي السيلز بتاعت الاندوميتريوم اللي بتعد الامبلانتيشن. لان كلمه ديسيديوال رياكشنز يا اولاد، حتى الناس البوست جراديوت اللي بيدرسوا امراض نساء، معناها التفاعلات التي تحدث في جدار الرحم يعني استعدادا للامبلانتيشن، ده يسموها ديسيديوال رياكشن. فالديسيديوال سيلز هي اللي بتطلع البلازمين اللي بيسيح الزونا بيلوسا. طيب قال لك لو السيلز ديفايد انتو تو سيبريت جروبس، في الحاله دي هيبقى عندي ايدنتيكال توينز. يعني ازاي بيجي ايدنتيكال توينز؟ ان السيلز تنقسم لمجموعتين من الخلايا منفصلتين. طيب نيجي بعد كده بينوبودز. دي يعني ايه كلمه بينوبودز؟ برضه احب اعلمها لكم. بينو فاكرين لما قلنا فاجو يعني ياكل، وبينو سيتوز يعني يشرب، فبينو يعني يشرب، وبود يعني اقدام، لما قلناها بيدال بتاع العجله بيدالو، فيعني الاقدام اللي هي بتشرب. فدي عباره عن فينجر لايك بروتروجنز تحصل من الاندوميتريوم، يعني الجدار المبطن للرحم يطلع منه فينجر لايك بروتروجنز سيلز تابروكسيميت، تقرب الامبريو اللي هو الجنين على اليوتراين اندوثيليوم كلوز تو ايتش اذر. يبقى دي الخمس عمليات التي بتسبق الامبلانتيشن، بري امبلانتيشن. ان الزايجوت انقسم خليتين نسميه بلاستومير القطعه المخلقه، 50 ل 100 خليه نسميه موريلا اللي هي التوته. وبعدين ديسند، وقلنا المواعيد انه بيوصل الرحم في 3 ل 5 ايام والامبلانتيشن بياخد 2 ل 4 ايام. النقطه الثالثه ان الموريلا
يجي جواها فلويد، الجزء الداخلي يعمل الجنين والجزء الخارجي الجزء المغذي تروفو بلاس. النقطة الرابعة الزونا بيلوسي ده تسيح بالبلازمين اللي طالع من الديسيديوال سيلز. النقطة الخامسة يطلع من الاندوميتريم فينجر لايك بروتروجنز، تقرب الجنين على الاندوميتريم عشان هاخد غذاء من اليوتراين اندو ابيثيليوم. طيب دي برضو العملية التانية اللي هي البري امبلانتيشن، مش عاوزك تهتم بيها قوي. نيجي العملية الثالثة اللي هي الامبلانتيشن، واخر عملية مش هنهتم بيها جدا، لكن انا بقول محاضرات متكاملة للي حتى عاوز ياخد ماستير في امراض نساء يسمعها، فيعني يبقى فاهم بعد كده امراض نساء ولادة كويسة. الامبلانتيشن التايم بيحصل بعد 6 ل 8 ايام افتر اوفيليشن. ما هي محسوبة يا ولاد، ما احنا قلنا ان السبيرم نفسه خد من 3 ل 5 او الزايجوت خد 3 ل 5 ايام عشان يوصل يوترس، والامبلانتيشن خد يومين ل 4، فاما تقلبهم في قلب بعض يطلعوا بالتقريب يعني مش بالظبط 3 و5 و2 و4، يبقى الامبلانتيشن يحصل في اليوم السادس للثامن بعد الاوفيليشن. الامبلانتيشن ده 3 ستيبس. اول ستيب ابوزيشن اللي هو مقابله او تضاد، يعني يقفوا قصاد بعض. البلاستوسيست اللي هو اللي هيعمل الجنين، السيست المخلق، بلاست يعني مخلق، يبقى في مواجهه مع الاندوميتريوم ابيثيليوم. يبقى اول حاجه يتواجه الجنين ويمثله هنا البلاستوسيست الهويصله المخلقه في مواجهه الاندوميتريوم. وده بيحصل فين؟ عند المكان اللي حصل فيه رابشر للزونا بيلوستا. طيب مواجهه، الاول مواجهه ابوزيشن وبعدين ادهيجن. المايكروفيلاي فروم تروفوبلاس تو، يطلع مايكروفيلاي فروم تروفوبلاس خلاص تو تراين اندو ابيثيليوم، ده الاندوثيليوم بتاعه اليوترس. يعني تروفوبلاس اللي هي في البلاستوسيست، احنا قلنا ان الموريلا كانت اتقسمت لحتتين، لو كنتوا فاكرين امبريو تروفوبلاس، الاوتر سيلز كانت هي تروفوبلاس، تحصل لها ايه؟ تلزق في اليوتراين ابيثيليوم. ده مش بس تلزق، ويحصل ديسلوجمنت، يعني ينفصل اليوتراين اندوثيليوم من البيزا اللامنة. الخطوة الثالثة والأخيرة انفيجن، ان التروفوبلاس رابيدلي بروليفريتس. التروفوبلاس اللي هي الجزء الخارجي من الموريا، قلناها بعد ما تحط فيها فلويد تو بروليفريت وتديفرنشيت وتتميز إلى مجموعتين. إنر اللي هي السيتوتروفوبلاس، واوتر يسموها سين سايتوتروفوبلاس، واظن سين انا علمتها لكم يعني الاتصال، لانه يبقى الحته الخارجيه هي دي اللي هتبقى متصله باليوترس فيسموها سين سايتوتروفوبلاس. طيب لونج بروتروجنز من السين سايتوتروفوبلاس اللي هي ماسكه في جدار الرحم، ديستوشيت يعني تفصل اندوميتريال سيلز وتخترق البيزا اللامنه اللي تحت الاندوميتريال سيلز بواسطة انها تسكريت ثلاث حاجات، اوتوكراين فاكتور، اوتوكراين يعني حاجة بتطلع من نفس الخلية، وبعدين بروتيز انزيم يأكل البروتين يهضمه، وبعدين تيومر نيكروتايزينج فاكتور. ده اللي هو الامبلانتيشن اللي هو بيحدث في اليوم السادس الثامن، وبيتضمن ثلاث عمليات. الاول مواجهة البلاستوسيست اللي هو يمثل امبريو مع جدار رحم اللي هو الاندوميتريوم، فين؟ في منطقة انفجار الزونا بيلوستا. ثم يحصل التصاق بين التروفوبلاست، قلنا مين هو التروفوبلاست؟ الجزء الخارجي من الموريدا مع اليوتراين اندوثيليوم. خلاص؟ بعد الجزء الخطوة الرابعة التالتة يحصل انفيجن بقى، ان التروفوبلاست ده يرابيدلي بروليفريت وديفرنشيت يتميز لطبقتين. انر اللي هي سايتوتروفوبلاست، واوتر ليها تلزقها في جدار الرحم فيسموها سين، سين يعني اتصال، سين سايتوتروفوبلاس. قلنا ان السين سايتوتروفوبلاس دي هتفصل اندوميتريال سيلز عن بعض وتخترق البيزا اللامنة اللي تحتها عشان يحصل اتحاد كامل ما بين الجنين والاندوميتريال اللي هيغذيه، وده بيتم بمساعده ثلاث عوامل، اوتوكراين فاكتور، بروتيزيس، اند تيومر نيكروتيك فاكتور الفا. برضو الجزء الثالث ده الامبلانتيشن مش عاوز تركزوا فيه يا اولاد، احنا بنقولها بس عشان ابقى قلت الموضوع كامل متكامل، لان هذه المحاضرات معموله مش بس لحضراتكم، وباذن الله فور ييرز تو كام، فعاوزينها تبقى كامله مش بس
مركزين على نقط مهمة. هذا لا يعني يا أولاد أن دائما أبدا مش هتوهكم، برضو بقولك فيه المهم. فأنا عندي 6 أحداث من الإخصاب حتى الرضاعة. الإخصاب fertilization, pre-implantation نمرة 2, implantation نمرة 3, pregnancy نمرة 4, الحمل ثم الولادة نمرة 5 ثم الرضاعة نمرة 6. احنا بقى جايين في التلاتة المهمين دلوقتي، الحمل والولادة والرضاعة، فركز معاهم بقى، دول المهمين، التلاتة المهمين، التلاتة اللي قبل كده fertilization, pre-implantation والimplantation، ده زي ما بقولها يعني تمر عليهم بسرعة كده مرور الكرام. تاني بقى ايه الموضوع اللي هندرسه في الحمل؟ اهم حاجة هندرس البلاسينتا، هو ده اللي اخترناه للدراسة. وطبعا اهم موضوع في البلاسينتا اللي هو الفانكشنز اوف بلاسينتا. فبرضو الصفحة الاولانية دي بنتسلى، يعني مش عاوزك تركز فيها قوي، دي تسالي. بلاسينتا دي عبارة عن ديسك، خلاص؟ فكلمة بلاسينتا حتى لما ندور على أصلها الجريجي معناها زي الكيكة، عارف الكيك؟ ديسك كده، قرص كيكة 22 سنتي في الدايمتر، بتحفظ كام الفارغ ده؟ الثيكنس سمكها بيبقى 2-2.5 سنتي، بتبقى ثيك في السنتر وأرفع قليلا في البريف، وزنها حوالي نص كيلو 500 جرام، أي كلام ما تركز فيه قوي. نيجي فيتو ماتيرنال اورجان، البلاسينتا دي انتاج مشترك من الجنين والام، ففي فيتال بلاسينتا بتطلع منين؟ من البلاستوسيست، قلناها اللي هي الحويصله المخلقه بلاستوسيست. اما الماتيرنال بلاسينتا فطالعه من اليوتراين تيشو. طيب النقطه اللي بعد كده، بلاسينتال بيرميابيليتي، نفاذيه البلاسينتا. ايرلي في الايرلي مانسز بتبقى البلاسينتا النفاذيه بتاعتها قليله، ثم بروجريسيفلي انكريس تتزايد، وبعدين ترجع تقل باي ذا اند اوف بريجننس، يعني كانت قليله زادت قلت. انا عايزك تركز في انها بتقل باي ذا اند اوف بريجننس، البلاسينتا دي بتغذي الفيتس. ده بيفهمك ليه لو الحمل طول عن 9 شهور لازم ننزل بيبي، لان البلاسينتا شاخت، الطفل بيكبر جوه بطن الام محتاج غذاء اكتر، وهي البرميابيلتي بتاعتها قلت، يعني عكس المفروض، هو بيكبر جوه بطن الام وهي في النهايه البرميابيلتي بتاعتها قلت. طيب نيجي النقطه اللي بعد كده في البلاسينتا، بلاسينتا البارير، ما انت عارف البلاسينتا دي بتشتغل كبارير لحمايه البيبي زي ما هنشوف بعد شويه. فالبلاسينتا البارير اللي بيفصل الحاجات المؤذيه عن البيبي بتتكون من 4 ليرز، اوتر وميدل وانر، دول اللي هو السين سيتيال تروفوبلاس، ده الاوتر لير، ما احنا قلنا الاوتر دي اللي بتبقى لازقه في الرحم، فعشان كده قلناها سميناها سين يعني متصل، ثم الميدل لير يبقى يسموها ايه بالعقل؟ ميزو يعني في النص، ميدل تبقى ميزينكايمال لير، ثم الانر لير اللي هي سايتوتروفوبلاس، ثم الوول اوف فيتال كابيلرز. ده الاربعه لير اللي بيعملوا البلاسينتا البارير. قلت الصفحه دي مش هنركز فيها جامد، هنقولها كده في عجاله. بلاسينتال سيركوليشن، الماتيرنال بلاد فلو في الترم، يعني في نهايه البريجننسي، الام كل دقيقه بتوصل للطفل 600-700 ملي لتر بير مينيت الترم، يعني الدم اللي بيوصل للبلاسينتا عشان يغذي الجنين 600-700 سنتي التير. طب تفتكر المصلحة انه يمشي بسرعة ولا يمشي ببطء؟ فكر فيها. طالب ذكي قال لي يمشي ببطء، سلاجش، ليه؟ عشان يدي فرصة للاكتشينج. طب هذا السلاجش السلو فلو بسبب انه الفيسلز اكشولي عاملة سمول بلاد ليكس، مش انابيب كده ماشي بسرعة، لا هي سمول بلاد ليكس. وبعدين الجيومتري اوف ماتيرنال بلاد فيسلز، يعني جغرافيه الماتيرنال بلاد فيسل. هنا بس عايزين نصلح حاجه في كلمه ليك، معلش في حاجات في عجاله، انا بقول لك الورق بنصلحه مع بعض.
الجيومتري الجغرافيا بتاعتها ان الاول بيحصل lateral spread then reverse flow. يعني عاوزك تتخيل معايا لو الفيسل ماشي كده على طول يبقى يمشي بسرعه البلد، لكن فجاه بيعمل lateral spread يعني زاويه قايمه فده ببطئ الفلو، وفجاه يعمل reverse الفلو، يبقى الجيومتري الاول هيعمل lateral spread وبعدين reverse مع وجود ليكس، ده بيخلي الفلو سلاجش. وايه اهميه انه يبقى سلاجش؟ انه يسمح بالاكتشينج. طيب زائد في حاجه تانية على فكره، انه اليوتراين كونتراكشن اليوترس في طوال في الحمل، في الحمل الرحم بينقبض ويفك، ينقبض ويفك، بس طبعا مش انقباض قوي يلفظ الجنين، بس انقباض يكفي ان هو يوقف الفلو شويه عشان يدي فرصه فور اكتشينج. يعني من ضمن الاسباب السلاجش فلو اليوتراين كونتراكشن. طيب الاكتشينج بيتم ما بين ايه بقى؟ الفيتال كابيلاريز في البلاسينتا والماتيرنال ساينسز اللي جايه من اليوتراين ارتز. يبقى الفيتال كابيلاريز اللي موجوده في خمائل البلاسينتا، بلاسينتال فيلاي اهي، فيتال كابيلاريز ان بلاسينتال فيلاي، والماتيرنال ساينسز اللي جايه من اليوتراين ارتز. طيب ماتيرنال بلاسينتال فيتال يونت، صدق او لا تصدق، البلاسينتا لا تستطيع ان تصنع استرويدال هرمونز. يعني من اهم انتاج البلاسينتا استروجينز اند بروجستيرون، ودول استرويدز هي ما تعرفش تصنعها. لكن ازاي بتصنعهم؟ تعال اتفرج بقى. الام بتدي البلاسينتا الكوليسترول، ما هو قلنا كل الاستيرويدز علمتها لكم معموله من كوليسترول، الام اللي بتديها له. تصور حتى الفيتس بيساعد، بيدي حاجتين الفيتس، بيدي الانزيمز اللي هي بقى هتحول الكوليسترول ده الى الستيرويدال هرمونز. حتى الانزيم جايه منين؟ من الفيتس، من الليفر والادرينال جلاندز اوف ذا فيتس، بيدوا الانزيمز. على سبيل المثال ال16 وال17 الفا هيدروكسيليز، ده مش كده وبس، وبيدي الاندروجين، لان احنا قلنا الهرمون الانثوي الاستروجين ده لازم يتعمل من ذكر، من هرمون ذكر اللي هو الاندروجين، فده اللي بيديه ال فيتس. وعشان كده يقول لك ان الماتيرنال ايستروجين ليفل انديكيتس الفيتال ويل بينج. احنا قلنا الفيتس هو اللي بيدي الاندروجين اللي هنعمل منه الايستروجين في وقت الايه؟ البريجننسي. فلو في كميه ايستروجين معتبره في الام يبقى معناها الفيتس ادى كميه اندروجين معتبره، يبقى الفيتس ده ويل بينج يعني زي الفل. ده برضو مشيناها بسرعه ولا نبتدي بقى البداية الحقيقية لهذه المحاضرة وهو البلاسينتال فانكشنز. ده السؤال اللي هو نظري مهم جدا، وظائف البلاسينتا الخمسة. يبقى البلاسينتا لها خمس وظائف، اخرها انها بتطلع هرمونز، فايف من هرمونز. يبقى اوعى تنساها، خمس وظائف والاخيرة وهي الاهم انها لها هرمونال فانكشنز بتطلع خمسه هرمونز. يبقى خمسه ونمره خمسه تنقسم لخمسه. نيجي اول حاجه، اول وظيفه البلاسينتا. خد بالك ان الفيتس ده موجود جوه بطن الام، لكن هو كائن حي عاوز يتنفس. فالبلاسينتا هي الرئه للجنين. البلاسينتا هي رئه الجنين، يبقى اول وظيفه ديفيوجن اوف جاس. يبقى حضرتك هتقسمها لكام نقطه؟ لنقطتين. هتتكلم عن الديفيوجن اوف اوكسجين والديفيوجن اوف كربون دايكسايد. الماتيرنال بي او 2 ضغط الاوكسجين في الماتيرنال بلاد بيبقى 50 ل 60 مليمتر مركري. طب والفيتال بيبقى البريشر الاوكسجين 20 ل 30 مليمتر مركري، وعليه يبقى البريشر ديفرنس كام؟ 30. لو كنت ناسي افكرك، في الادلت البريشر ديفرنس فور اوكسجين كان بيبقى عن ديورينج ريست في الارتيريال بلاد 100 وفي الفينس بلاد اللي هي التيشو 40، يبقى الديفرنس 60. هنا يا اولاد الديفرنس عند حضرتك وحضرتك ما بين الارتيريال بلاد والتيشو 40 و100 يبقى 60، انما هنا البريشر ديفرنس ما بين الام والجنين اللي هتدي له اوكسجين 30، يعني نصف القيمه. طب يبقى لازم يبقى في عوامل تساعد الاوكسجين ترانسبورت تو فيتس، ان هنا البريشر ديفرنس نص البريشر ديفرنس الواجب
الموجود عند حضرتك وحضرتك والعبد لله. فيوجد اربع عوامل بتفاسيليتيت الاوكسجين ترانسبورت. واحد، ان الهيموجلوبين بتاع الفيتاس، فاكر الهيموجلوبين اف خدناه في البلاد، عنده مور افينيتي تو اوكسجين دان هيموجلوبين ايه بتاع الادل اللي هو بتاع الام، 20-30% مور افينيتي. الهيموجلوبين اف بتاع الفيتاس الافينيتي بتاعته الاوكسجين قد الادل اكتر منها 20-30%. نمره 2، الفيتال هيموجلوبين الكونسنتريشن بتاعه كميته في كل 100 سنتي اعلى من كميه الادلت هيموجلوبين في كل 100 سنتي ب 50%. يعني اجيب يو ان اكزامبل، اذا الادلت هيموجلوبين بيبقى 14 جرام في كل 100 سنتي، يبقى الفيتال هيموجلوبين هيبقى 21، يبقى 14 ونصهم يبقى 57% يبقى 21. ده تاني حاجه. تالت حاجه البور افكت، ان لما الفيتاس بيطلع كربون دايكسايد، الكربون دايكسايد ده بيتحد مع الهيموجلوبين بتاع الام يقلل الافينيتي اوف ماتيرنال هيموجلوبين تو اوكسجين. يبقى الكربون دايكسايد المنطلق من الفيتاس لما يمسك في الهيموجلوبين بتاع الام يخليه يسيب الاوكسجين، فيسموا ده بورز افكت وخدناه في ريسبريشن. نمره 4، الهاي كاردياك اوتبوت ريليتيف تو ذا فيتال ويت، يعني الفيتاس بيضخ كمية دم القلب بتاعه أكتر بالنسبة إلى وزنه. يبقى أربع حاجات افهم فين المعضلة. المعضلة إن الأوكسجين بريشر ديفرنس في الفيتاس 30 مليمتر ميرك، لو خدت الفرق بين الرقمين دول والرقمين دول، وهذا هو نصف البريشر ديفرنس في الأدل، فربنا عوضه عنها بأربع حاجات. الافينيتي اعلى بتاعت الفيتال هيموجلوبين 20-30%، التركيز بتاع الفيتال هيموجلوبين اعلى 50%، البورز افكت انطلاق الكربون دايكسايد من الفيتاس بيتحد مع الهيموجلوبين بتاع الام يغير شكله يخليه يسيب مور اوكسجين، وان الفيتاس عنده هاير كاردياك اوتبوت. طب ننتقل للكربون دايكسايد. البريشر ديفرنس فور كربون دايكسايد ان فيتال بلاد 3-5 مليمتر، خلاص higher than the maternal blood، يعني difference 3-5. برضو لو تحب أذكرك البريشر ديفرنس فور كربون دايكسايد عند حضرتك وحضرتك والعبد الله during rest هو الفرق بين كان في الفينس بلاد اللي هو التيشو 46 مليمتر ميركوري وفي الارتيريال بلاد 40، يعني difference 6 مليمتر ميركوري. هنا difference أقل من 6، 3-5. طب ايه اللي يخلي الفيتاس يتخلص من الكميه الواجبه من السي او 2؟ بيعوض ده الاتي، ان السوليبيليتي بتاعه الكربون دايكسايد الى الاوكسجين، ودي خدناها العام الماضي في ريسبريشن 20 تايمز ذات الاوكسجين، الكربون دايكسايد بسهوله شديده بيحصل له ديفيوجن. ليه؟ لانه بيدوب 20 مره اكتر من الاوكسجين في الميه. طب تاني حاجه، انه البريشر اوف كربون دايكسايد في الماتيريال بلاد اوطى من الفيتاس. ايه اللي خلاه اوطى؟ تعال نفكر، مش احنا ليه؟ تخيل انا الام، فقلنا البروجسترون بيعمل ستيميليشن ريسبيريشن، فالام تواش الكربون دايكسايد فنسبه الكربون دايكسايد عندها تنخفض. ادي سبب تاني ليه البروجسترون كان بيستيميليت ريسبيريشن، مرة عشان يجيب اوكسجين اكتر لان الام حامل عندها بيبي عاوزة اوكسجين اكتر، ومرة حاجة تانية انه يوش الكربون دايكسايد فيبقى الكربون دايكسايد في الماتيرنال بلاد اوطى من الفيتال بلاد، فينتقل الكربون دايكسايد من الاعلى اللي هو الفيتال بلاد للاقل اللي هو الماتيرنال بلاد. طب ايه اللي هو وطاه في الماتيرنال بلاد؟ انه البروجسترون بيعمل ستيميليشن اوف ريسبيريشن. كانت هذه هي الوظيفة الاولى يا اولاد، وهي الديفيوجن اوف جاسز. البلاسينتا هي الرئه للجنين. طب نمره 2، البلاسينتا هي الجهاز الهضمي للجنين، ديفيوجن اوف نيوترينز. طب احنا في الريسبريشن ما عشقت مثل عشق النظام، كانت مقسمه روحها الاوكسجين وكربون دايكسايد. طب في الديفيوجن اوف نيوترينز تيبيكالي اتكلم على كام حاجه؟ فكر، كربوهيدرات فات بروتينز ادي 3،
ومينرالز وفيتامينز يبقى وصلنا 5. هي مقسمه روح كربوهيدرات فات بروتين مينرال وفيتامينز. نيجي الكربوهيدرات، الجلوكوز طول عمره طول عمره خدناه في الكيدني وخدناه في جي اي تي بيديفيوز بال فاسيليتيت ديفيوجن. طيب وكان عند حضرتك وحضرتك والعبد الله بيختزن كجلايكوجين في الليفر، هنا بقى الجلايكوجين بتاع الفيتس بيتم اختزانه، افتح ودانك، في البلاسينتا، يبقى البلاسينتا بتقوم مقام الليفر هنا. طيب ننتقل للفات، الفات ديفيوز سلوور ذان الجلوكوز، يعني الفات بيعدي اقل من الجلوكوز. طب ده الفيتس لطالب ذكي عنده نوعان من الفات، عنده الفات المألوف اللي عندنا اللي هو اليلو فات، وعنده براون فات خدناه في الميتابوليزم. معظم هذا الفات مش جاي من الفات اللي جاي له من الام، صدق ولا تصدق، انما جاي من تحول الجلوكوز اللي مر الى فات، لان مرور الفات بتاع الام للجنين بيبقى سلو. طب هو بيعمل الفات بتاعه اليلو والبراون فات من ايه؟ من الجلوكوز. طب نيجي البروتين، الامينو اسيد بتبقى ترانسبورتد باي اكتف ترانسبورت. نيجي للمينرالز، حفظتها بطريقه لطيفه. المونوفيلنت مينرال لو خدت بالك ايه الرابط بين صوديوم وبوتاسيوم وكلورايد؟ كلهم مونوفيلنتس. طب وايه الرابط بين كالسيوم وفوسفورس وايرن؟ نقول لا اكتر بوليفيلنت، يعني مش احادي التكافؤ، متعدد التكافؤ. المعادن اللي هي احاديه التكافؤ مرورها سهل باي سمبل ديفيوجن، انما متعدده التكافؤ باي اكتف ترانسبورت صعب، عاوزه طاقه. طيب ننتقل للفيتامينز، الفات سولوبل فيتامينز طول عمره عند حضرتك وحضرتك والعبد الله وعند الجنين، عند الجنين بيعدي مع الفات، واحنا قلنا الفات من الاول كان بايه بديفيوز سلولي، عشان كده الفات سولوبل فيتامينز بتبقى قليله شويه عن الجنين، ومن ضمنها فيتامين كي، عشان كده قلنا عشان نطهره لازم نديله فيتامين كي قبل ما، لان فيتامين كي مهم للبروفورمينج جروب، مهم للتجلط. اديك فهمت ليه الجنين بيبقى عنده فيتامين كي قليل، لانه ده فات سوليبل بيعدي مع الفات ومرور الفات بيبقى سلو في الجنين. هتقولنا بيجيب الفات بتاعه منين؟ من الجلوكوز. اما الووتر سوليبل فبتعدي كلها باي سمبل ديفيوجن اكسبت اثنين اللي هم الرايبوفلافين وفيتامين سي بيعدوا بالاكتيف ترانسبورت. يبقى البلاسينتا هي الرئه، وتحدثنا في نقطتين الاوكسجين والكربون دايكسايد. البلاسينتا هي الجهاز الهضمي للجنين، وتحدثنا في 5 نقاط كربوهيدرات فات بروتينز مينرالز وفيتامينز. الكربوهيدرات الجلوكوز بيعدي بالفاسيليتيت ديفيوجن والجلايكوجين يختزن في البلاسينتا، الفات بيعدي سلولي، طب بيعمل فات منين؟ من الجلوكوز. الامينو اسيدز بتعدي بالاكتيف ترانسبورت، المينرالز المونوفيلنت سهله خالص بالسمبل ديفيوجن، البوليفيلنت بالاكتيف ترانسبورت، الفيتامينز الفات سولوبل مع الفات اللي هو بيعدي ببطء، الووتر سولوبل سهله باي سمبل ديفيوجن ما عدا الرايبوفلافين وفيتامين سي بيعدوا بالاكتيف ترانسبورت. البلاسينتا هي الكلى للجنين، ديفيوجن اوف اكسكريتوري برودكتس زي اليوريا والكرياتينين، ودي مش عاوزه شرح. يبقى خلصنا 3 وظائف. طاقة الوظيفه الرابعه، احنا قلنا ان البلاسينتا كان في بارير، فاكر معمول من 4 لايرز، اوتر وميدل وانر والفيتال كابيلاري. طيب هذا البارير عنده بروتكتيف فانكشن، بيتكون في الشهر الثالث البارير ده، وعليه في اول 3 شهور اللي بنسميها في الحمل الفيرست تريمستر، بيبقى الجنين ما لسه ما اتكونش البارير بتاع البلاسينت، فبيبقى فيه خطوره على الجنين. عشان كده تملي بنخاف قوي لما الام يجي لها انفكشن في اول 3 شهور من الحمل اللي لسه ما فيش بارير، اللي هو الفيرست تريمستر. ما احنا بنقسم الحمل 9 شهور لثلاثه تراي، يعني 3، فالفيرست تريمستر يعني اول واحد في الثلاث، 3 3 3. ونحتاج يعني
ناخد بالنا قوي في ان ما نديش عقار للام وهي حامل في اول 3 اشهر. فهمت ليه بقى؟ ليه اول 3 اشهر هي اخطر 3 اشهر؟ لان لسه البلاسينتا البارير ما اتكونش. شوف بقى من عظمه الخلق والخالق يا اولاد ان البلاسينتا امبيرميبل لحاجات وبيرميبل لحاجات. شوف العظمه، امبيرميبل للحاجه الوحشه وهي التوكسينز، لكن امبيرميبل للانتي توكسينز، شيء عظيم. امبيرميبل للاميونوجلوبولينز ام، عارف ليه؟ لان الام دي كبيره قوي. بنتامير لما قلنا الانتي بادي الواحد بخمس قطع، بينما بيرميبل للاميونوجلوبولين جي، وعارفين ليه جي؟ لان جي ده كان يا اولاد مونومير، قطعه واحده، مونو يعني واحد ومير يعني قطعه، انما الام بنتا يعني خمسه، بنتامير. كيف فسر لنا؟ قلنا ان الباسيف اميونيتي اللي هو المناعه اللي بتديها الام لجنينها ببلاش كده كلها اميونوجلوبولين جي. فهمت ليه؟ عشان الاميونوجلوبولين جي ده هو اللي عنده السمولست ميكر ويت يقدر يعدي البلاسينتا. بس ساعات يبقى خطر ان ليه لما الام بتختلف عن جنينها في الار اتش بيحصل مشكله، ان الام تبقى نيجاتيف والجنين بوزيتيف، فاكرين الريسس فاكتور اللي هو الريتروبلاستوس فيتاليس، لان الاميونوجلوبولينز، لان الار اتش انتي بوديز من الاميونوجلوبولين جي اللي هو بيعدي البلاسينتا. بينما ليه الاختلاف بين الام والجنين في الايبيو سيستم؟ لو الام بلاد جروب A والجنين بلاد جروب B ما بيحصلش حاجه، لان الانتي بوديز بتاعت الايبيو سيستم من نوع الكبير الاميونوجلوبولينز ام اللي هو بنتامير ما بيعديش البلاسينتا. طيب البلاسينتا ما بتعديش البكتيريا لان البكتيريا بطبعها كبيره، لكن لسوء الحظ بتعدي الفيروسز والدراجز، وده بيؤدي الى تشوه الاجنه مال فورميشن. ويبقى في نقطه احب اقولها في فقره المعلومات العامه، من هو اخطر فيروس يشوه الاجنه؟ الفيروس بتاع الحصبه الالمانيه، الجيرمينال ميسلز، الحصبه الالمانيه. واكتر دراج شوه اجنه وعمل كاتاستروفي اللي هو الثاليدومايد، مهدئ اعتقد كانت عملته شركه انجليزيه دون ابحاث كافيه، خدته الامهات في الحمل، عمل اجنه ولدت بدون اطراف، والشركه دفعت تعويضات رهيبه وافلست. يبقى مين اللي ما بيعديش؟ البكتيريا لكبارها، بينما الفيروس لصغره والدراجز بيعدوا يعملوا مالفورميشن. ولا تنسى ان البارير وبالتالي البروتكتيف فانكشن بلاسينتا لا تكتمل غير في الشهر الثالث، دي اهم معلومه. بتعدي امبيرمنت توكسين وتعدي انتي توكسينز، ما تعديش الاميونوجلوبولينز ام لانه بنتامير، تعدي الجي لانه مونومير، ما تعديش البكتيريا، تعدي الفيروس والدراجز وتدي مالفورميشن. يبقى خدنا ما تنساش، ما تتهش، البلاسينتا هي الرئه ديفيوجن اوف جاسز، 2 هي الجهاز الهضمي ديفيوجن اوف نيوترينز، 3 هي الكلى ديفيوجن اوف ويست برودكتس، 4 بروتكتيف فانكشن اوف بلاسينتا. نيجي نمره 5 اندوكراينال فانكشن اوف بلاسينتا وهي الاهم. ولا تنسى ان نمره 5 مع شقه بستعشق النظام في 5 مين هرمونز، 2 ستيرويدز اللي هم الايستروجين والبروجسترون، و3 بروتين هرمونز. يبقى 2 ستيرويد هرمونز و3 بروتين هرمونز. نبتدي الاول نقول بقى ان البلاسينتا لها ميجور اندوكراينال رول. الهرمونز اللي بتطلعها البلاسينتا مفيده للام والجنين، للمذر وللفيتس، الفسيولوجي بتاع الام والجنين. فعلى سبيل المثال في المذر مهم لل فانكشن اوف اوفرز، هنشوف ازاي، لليوترس هنشوف ازاي، للمامري جلانس البريست هنشوف ازاي. نيجي اول تو هرمون اللي هم ستيرويدال هرمونز، اللي هم مين؟ السكس ستيرويدال هرمونز اللي هم البروجستنز والايستروجينز، وبنقول ان هم اكتر من نوع. فالبروجستنز اللي هم البروجستيرون واحد فيهم. هذا البروجستنز اللي بيطلع بكميات ضخمه من البلاسينتا، احنا قلنا قبل البلاسينتا مين كان بيطلع الايستروجين والبروجستنز؟ مين يذكرني يا اولاد؟ كان الكوربس ليوتيوم
اللي هو قعد معانا 3 شهور. لو حصل حمل بيقعد 3 شهور، شهرين ل3 شهور لحد ما تتكون البلاسينتا. فهي تاخد هذا الدور من الكوربس يوتيوم اللي في الاوفري، تطلع هي البروجستانس والايستروجين. طيب ليه بيطلع بروجستيرون بكميات كبيره في الحمل؟ له تو ميجر رولز، يعني في وظيفتين اساسيتين، يوجد وظيفتان اساسيتان ديورينج بريجننسي. واحد، سبورت الاندوميتريوم فور فيتال سيرفايفل. فاكر لما كنا من قبل ما يحصل حتى اخصاب للبويضه كانت بتعمل سكريتوري فيز في النص الثاني، جهزت له، حطت في الاندوميتريال ستروما اللي فاكر كانت حطت له كربوهيدرات اللي هو جلايكوجين وفات، وفي الجلانس حطت له ميوكس اللي هو بروتين. لدرجه حاجه لطيفه جدا، بيقول لك ان البلاسينتال بروجستنس اللي طالع من البلاسينتا كان مينتين البريجننسي افتر ريموفال اوف بوث اوفرز. يعني لو حصل كارثه مثلا كانسر في الاوفرز اثناء الحمل نقدر نشيل الاوفرز، والبروجستين اللي طالع من البلاسينتا كافي انه يكمل الحمل للنهايه، مش محتاجين اوفري خالص. تاني وظيفه في الوظيفتين الاساسيتين، انه البروجستنس بيقلل الكونتراكتيليتي اوف يوتراين سموس ماسل عكس الايستروجين، قلل الانقباض. فاهم ليه؟ لانه لو اليوترس هينقبض بعنف في اثناء الحمل هيلفظ الجنين، فالبروجستنس اللي اهمهم البروجستيرون بيقلل الكونتراكتيليتي في تراين سموث ماسل، فبيانتاجونايز الاكشن اوف ايستروجين. وعاوز تعرف ازاي بيحصل ولاده بارتوريشن، ان في نهايه الحمل البروجستين ايستروجين ريشيو بيقل، هنشوف ازاي. فالبروجستين ريشيو ده لما يقل، لما البروجستيرون يقل، يبقى الموضوع بقى يبقى لصالح مين؟ الايستروجين اللي هو بيقبض الرحم بقوه فيحصل ولاده. يبقى ما هما الوظيفتان ايه الوظيفتين الاساسيتين اللي موجودين عندنا للبروجستنس؟ واحد افتكرهم، على الاندوميتريوم، والتاني على المايوميتريوم. يعني الاثنين على اليوترس. الاندوميتريوم بيخليه يغذي الجنين كويس، يسبورت الاندوميتريوم فور فيتال سيرفايفل، ولوحده اللي طالع من البلاسينتا يكفي لاتمام الحمل حتى لو شلت بوث اوفرز. طب وتاني وظيفه على اليوترس برضه، بس المايوميتريوم يقلل انقباض الرحم، المايوميتريوم يانتاجونايز الايستروجين يحتفظ بالحمل. طب وازاي بتحصل ولاده؟ هنقولها بعد شويه. بيقل البروجسترون ايستروجين ريشيو، اذر اكشنز. يبقى دول التو ميجر رولز، انما في اذر اكشنز، ان البروجستنز او البروجستيرون كان بيقلل الجوناتروبينز بالنيجاتيف فيدباك، ولما يقل الجوناتروبينز ده الاوفيريان سايكل ما تشتغلش، ما يحصلش اوفيليشن ديورينج بريجننس. كفايه طبعا عندنا بويضه واحده عاوزين نكملها نخليها جنين، فاحنا بنمنع التبويض في اثناء الحمل، ان عندنا بويضه ومخصبه وهتدي جنين، ليه يجي بويضات ثانيه؟ مش هتحط جنين فوق جنين. فالبروجسترون بيقلل اف اس اتش والال اتش، وبالتالي يمنع الاوفيليشن ديورينج بريجننس. الوظيفه اللي بعد كده انه على البريست، هنشوف بعد شويه في اللاكتيشن، قلنا الايستروجين بيعمل الدكت سيستم، البروجسترون بيعمل الالفيولوبولار سيستم. الايستروجين الدكتس والبروجسترون الالفيولوبولار سيستم، ده اول ستيرويد هرمون وهو البروجستانز. تاني واحد بقى اللي هو ايستروجينز. الميجر بلاسنتال ايستروجين هو الاستريول، خلاص ده الميجر بلاسنتال ايستروجين، يعني هم كتار بس اهمهم هنا الاستريول. بيزيد تو ماكسيمم باي ذا اندوجستيشن، هنشوف بقى. طب ايه الرول بتاعه؟ عنده برضه تو ميجر رولز. اول واحد ان هو بيستيميليت الجروث اوف مايوميتريوم، فاكر كان بيزود الاكتينومايسين، ما هو الجنين بيكبر جوه الرحم. فكر يا بني ادم، يبقى لازم الرحم يكبر معاه، مش الجنين بيكبر جوه الرحم، يبقى الرحم كمان لازم يكبر ليواكب ليناسب حجم الجنين المتنامي. طب مين يكبره؟ الايستروجين، لان هو اللي كان بيزود الاكتينومايسين، وجبناه سؤال النهارده. تاني حاجه بي بريبير اليوترس فور بارتوريشن، للولاده، لان هو بالعكس، هو عكس البروجسترون بيزود الانقباض،
لانه من ضمن الحاجات بيزود الاكسيتوسين ريسبتورز، وقلنا بيزيد ليصل الماكسيمم في نهايه الحمل. فلما يصل الماكسيمم في نهايه الحمل يبقى انقباض الرحم قوي اناف بحيث يعمل ولاده، صح؟ فقلنا بيزود اوكسيتوسين ريسبتور وبيانتاجونايز الاكشن بتاع البروجستينز اللي كانت بتقلل انقباض الرحم. دول التو ميجر رول. طيب او لسه قلنا واحده فيها، دي الثانيه بقى. الثانيه ان هو على الماماري جلانز بيستيميليت الماماري جلانز، قلنا الداكت سيستم اللي هو الرضاعه يا اولاد اهو، استيميليت الماماري جلاند ديفلوبمنت اند اتس داكت سيستم. طب اذر اكشنز للايستروجينز، اذر اكشن زي البروجسترون بينقص الجوناتروبينز بالنيجاتيف فيدباك فيمنع الايفيوليشن في وقت البريجنسي. وبعدين خد بالك بقى الايستروجين ده بتاع بيحب الولاده، بيقبض الرحم ويعمل حاجه تانية تساعد الولاده، يريلاكس البلفيك ليجامنتس عشان البلفيس يوسع شويه، في البيرث كانال قناه الولاده توسع شويه فسهل مرور البيبي، والسيرفكس اللي هو عنق الرحم يعمل له سوفتنينج. يعني هو اكشوال يا اولاد هو مش بيعمل له سوفتنينج للناس البوست جراديويت وللزملاء الاصغر سنا، عنق الرحم في البنت اللي هي مش حامل بيبقى زي يعني عقله الصباع الصغير ده، بيبقى جامد قوي. تخيل العقله دي عاوزين نطريها قوي قوي بحيث تتسع تمرر راس البيبي اللي هو اكتر من 10 سنتي في اصغر قطر ليه. يعني ده سيرفكس عاوزين نخليه طري قوي قوي بحيث يحصل له سوفتنج ويتاخد عشان يعني ثيننج، يبقى رفيع عشان تنزل منه راس البيبي. الايستروجين ما بيعملهاش لوحده، هو بيهيئ السيرفكس عشان لما يجي يشتغل عليه هرمون اخر اسمه ريلاكسين يحصل القصه دي. يبقى عمليه تهيئه للسيرفكس بيساعد السيرفكس سوفتنج. الوظيفه الثانيه اللي هي في الـ في الـ في الـ في الحاجات الاقل اهميه تو ميجر رولز، انه بيساعد الولاده والرضاعه. الاذر رول ان هو بيمنع الاوفيليشن، وبعدين بيهلب ريلاكسيشن اوف بيلفيك ليجامنتس و سيرفايكال سوفتنينج. طيب نيجي يا اولاد لل ثلاثة بروتين هرمونز. يبقى احنا قلنا عندي 2-6 ستيرويد هرمونز بيطلعوا من البلاسينتا، ايستروجين بروجسترون، وثلاثة بيبقوا بروتين هرمونز. دول وظيفتهم ايه بقى البروتين هرمونز؟ بينفلونس يعني بيأثروا في المذر اندوكراينال سيستم، وبيأثروا في الفيتال ميتابوليزم. يبقى الام والجنين، الام الاندوكراينال سيستم والفيتال ميتابوليزم. طيب ننتقل، اول واحد فيهم اسمه هيومن كوريونيك جونادوتروبينز، وده الاشهر هيومن كوريونيك جونادوتروبينز. ده جلايكوبروتين، ما احنا قلنا بروتين هرمون، هو على وجه التحديد جلايكوبروتين. بروديوس بيطلع منين؟ من الفيتال تروفوبلاست سيلز. دي المعلومه الاولى، بيطلع من الفيتال تروفوبلاست سيلز. المعلومه الثانيه، خد بالك انا قبل ما اقول لك الثانيه هقول لك الثالثه، ان هو ده اللي انديكيتس البريجننسي. يعني لو لقينا هيومن كورونيك جوناتروبين ده بيطلع من بلاسينتا، يبقى الست دي عندها بلاسينتا، يبقى الست دي حامل. علمتها الاجيال بطريقه جميله يا اولاد. الست اللي عندها بروجستيرون يبقى عندها كوربس لوتيوم، يبقى حصل اوفيليشن، يبقى البروجستيرون از ان اندكس اوف اوفيليشن. الست اللي عندها هيومن كورونيك جوناتروبين يبقى عندها بلاسينتا، عندها بلاسينتا بس تبقى حامل. عشان كده قلت الهيومن كورونيك جوناتروبين از ان اندكس اوف بريجننسي. جملتين كده، جملتان تاريخيتان هم بقولهم وتحفظهم صم. البروجستيرون اذا اندكس اوف اوفيليشن، الهيومن كورونيك جوناتروبين اذا اندكس اوف بريجننسي. في ميل عندها بروجستيرون يبقى 100% عندها كوربس لوتيوم،
مش ممكن الكاون كوربس يوتيوم غير لو حصل عندها بوم اوفيليشن انفجر الماتيور جافيوم فوليكل واطلق البويضه والباقي عمل كوربس يوتيوم يطلع بروجسترون. فبروجسترون معناها فيه اوفيليشن. هيومن كرونوجلوتروبين ده بيطلع من بلاسنتا، لان كوريونيك كلمه كوريونيك في اللغه يعني مشيمه، مشيمه يعني بلاسنتا. هيومن كوريونيك يعني طالع من الـ من الـ من الخلايا المشيميه بتاعه الانسان اللي هي البلاسنتا. هو اسمه كده بيقول انا بتاع البلاسنتا. يبقى وجود هيومن كرونيك جلوتروبين يعني ان الست دي عندها بلاسنتا يبقى حامل. اقولها تالت، ذا بروجستيرون، افتح ودانك، اذا اندكس اوف اوفيليشن. ذا هيومن كرونيك جلوتروبين اذا اندكس اوف بريجننسي. الجمله النهارده في المحاضره دي وعليه خد بالك بقى الكلمه اللي جايه، هو كان بي ديتكتد ان بلاد، بيظهر في البلاد 7 ايام بعد الكونسبشن، بعد الاخصاب، يعني بعد نص السايكل. يبقى عشان اعمل تجارب الحمل واخد عينه من البلاد لازم اخدها على الاقل اكتر من 6 ايام بعد الكونسبشن، يعني بعد الاوفيليشن. في اليورين بيتاخر شويه، بيظهر في اليورين 14 دايز افتر كونسبشن. يبقى ممكن نعمل اختبار الحمل من الدم 6 ايام بعد، ومن البول 14 يوم بعد ايه؟ بعد الاخصاب، اللي هو بيحصل فين؟ في نص السايكل. طيب ريتشز البيك مش في نهايه الحمل، ده سؤال ام اس كيو، 7 تو 9 ويكس اوف بريجننسي، بعد 7 لـ9 اسابيع من البريجننسي. هفهمك ليه هو بيوصل بيك بعد 6 لـ7، لان الوظيفه الاساسيه للهيومن كرونوجلوتروبين انه يمنتين الكوربس ليوتيوم بتاع الاوفري لحد ما تتكون بلاسينتا. طب احنا عاوزين الكوربس ليوتيوم، قلنا بعاوزينه حوالي 2 لـ3 شهور، فهو بيوصل بيك 7 لـ9 ويكس، يعني بعد حوالي لو خدتهم 8 ويكس يبقى تقريبا 2 شهر. يبقى افهم مش بيوصل بيك في نهايه بريجننسي. وظيفته الاساسيه اللي هو كرونوجلوتروبين انه يمنتين الكوربس ليوتيوم في الاوفري لحد ما تتكون بلاسينتا. طب واحد يقول لي طب ما هو ده طالع من بلاسينتا. لا يا بني ادم، مش طالع من بلاسينتا، طالع من الخلايا اللي هتعمل بلاسينتا. لسه البلاسينتا بشكلها المعروف ما كونتش، هو طالع من الخلايا اللي هتكون بلاسينتا اللي هو الهيومن كرونيك سيلز. اول ما تتكون خلايا البلاسينتا لسه ما عملناش بلاسينتا، يطلع المول ده يقول للكوربس يوتيوم استنى معانا من فضلك لحد ما يكتمل نمو البلاسينتا. طب الكوربس يوتيوم هيستنى معانا ايه؟ 2 شهر. يبقى هو يوصل البيك بعد 7 لـ9 ويكس، او الناس فاهمه. يبقى يظهر في البلاد، الارقام دي مهمه جدا في الام اس كيو، 6 ايام بعد الكونسبشن، في البول 14 يوم بعد الكونسبشن. اهميه ايه الرقمين دول؟ ان ما اقدرش اعمل اختبار الحمل قبل في من الدم قبل مضي 6 ايام، ومن اليورين قبل مضي 2 اسبوع من الكونسبشن، من الاخصاب. ويصل البيك امتى؟ فهمتها لك، 7 تـ9 ويكس. ليه؟ مش في نهايه الحمل في الام اس كيو، غلط، لان هو وظيفته الاساسيه من تين الكوربس يوتيوم 2، فهو بيوصل بيك بعد 2، 8 اسابيع، بنقولها من 7 لـ9. شوف المعلومه الجايه جميله قوي قوي. الهيومن كرونوجلوتروبين عنده الفا سب يونت، خلاص؟ الالفا سب يونت دي هو اسمه جونادوتروبين، عندها لوتينايزنج هرمون واف اس اتش لايك اكتيفيتي، اللي هم الجوناتروبين. مش هو اسمه جوناتروبين؟ مين هم الجوناتروبين؟ ال اف اس اتش وال اتش، فهو بيشتغل كانه اف اس اتش وال اتش، بس اساسا كانه ال اتش. ال اتش افهم عشان يمنتين الكوربس ليوتيوم، وكمان بيشتغل الاوائل كتي اس اتش. يعني الالفا سب يونت، الهرمون معمول من 2 سب يونتس، الفا وبيتا. الالفا هي الاهم، بتشتغل كثلاث هرمونات، 2 جوناتروبين لوتينايزنج هرمون، لوتينايزنج هرمون ده الاهم عشان يمنتين الكوربس ليوتيوم، واف اس اتش، وبيشتغل كمان كتي اس اتش، وعنده بيتا سب يونت خاصه بيه بقى. ايه الفرق بينه وبين الجوناتروبينز بتاع البيتيوتري بتاع البلاسينتا اللي طالع من اليومن كريونيك؟ ايه الفرق بينه وبين ال اتش والاف اس اتش بتوع البلاسينتا؟ بتوع البلاسينتا فيما بينهم وما بين البروجسترون والايستروجين نيجاتيف فيدباك، انما ده مفيش نيجاتيف فيدباك ميكانيزم ما بينه وما بين البروجسترون والايستروجين.
فيش ما بينهم نيجاتيف. وبعدين النقطة اللي بعد كده it indicates pregnancy. طيب تعال نشوف الأكشنز. أنا بقولها بطريقة جميلة خالص، عاوزك تتأمل اسم هذا الهرمون. اسمه ده أهم واحد في الخمسة، الاثنين استيرويدال والتاتا بروتين هيومن كورونيك جوناتروبينز. الاسم ده بيقول الأوريجين، عارف في العضلة في عندنا أوريجين وإنسيرشن، يعني بيقول لي طالع منين ورايح فين. هيومن كوريونيك قلت لك طالع من الخلايا المشيمية اللي هتعمل بلاسينتا، لسه ما تكونش بلاسينتا، من أول يوم بيطلع اللي هتبقى بلاسينتا في يوم من الأيام، فطالع من هيومن كوريونيك الخلايا المشيمية بتاعة الإنسان. جونادوتروبينز يبقى رايح يشتغل على الجونادز، يبقى الطالب ذكي رايح يشتغل على الأوفري بتاعت الأم، ده الوظيفة الأساسية. ليه؟ يمنتين الكوربس ليوتيوم، يقول له طل خليك معانا يا كوربس ليوتيوم، طلع لنا إيستر بروسترون لحد ما البلاسينتا تتكون وهي تاخد وظيفتك، يبقى امشي بعد كده. عشان كده الكوربس ليوتيوم بيقعد معانا شهرين لثلاثة، فبيمنتين الكوربس ليوتيوم عليه البريجنسي. بقولها بأسلوب في ساخر بس عشان فاهم يا ولاد. ايش عرف الكوربس ليوتيوم اللي في الاوفري ان حصل حمل في الرحم؟ يعني ايش عرف الكوربس ليوتيوم اللي موجود في الاوفري في المبيض في الجنب ان الرحم حصل فيه حمل؟ فبقولها بلغه عبد الحليم حافظ، لما حصل حمل في رساله من تحت الماء راحت للاوفري تقول له اقعد يا كوربس ليوتيوم. مين بقى الرساله اللي من تحت الماء؟ هي الهيومن كوريونيك جونادوتروبين. لما حصل اخصاب وحمل ابتدى يتكون خلايا مشيميه هيومن كورونيك سيلز، اطلقت جونادوتروبين. اهم واحد فيه انه اساسا كاليوتينايزنج هرمون، راح للاوفري قال له من تين الكوربس ليوتيوم لحد ما تكتمل نمو البلاسينتا، فدي اهم وظيفه ليه، وعشان كده سموه جونادوتروبين. شوف الوظيفه الثانيه جميله قوي، يعني يروح للاوفري بتاعت الام الجايه جميله قوي. إذا كان الفيتا الذكر يروح للتستكل بتاعت الجنين، يبقى الميبيا بتاع الأم والتستكل بتاع الجنين، يخلي الجنين يطلق تستوستيرون. كان مهم في إيه؟ فاكر في الديفرانشيشن، في إنه يتميز لذكر أو أنثى، في تستوستيرون واي يتميز لذكر، مفيش تستوستيرون واي يتميز إلى أنثى. وقلنا ده هو في الذكر التستوستيرون في أثناء الحمل كان ليه ثلاث وظائف، فاكر؟ كنا قلنا السكس ديترمين ان هو يتميز اعضاء الذكريه، وبعدين قلنا الديسنت اوف تيستكل للسكروتم، وبعدين التميز بتاع المخ الثري ديز لو كنت فاكرها. يبقى مين اسمه لو طالب ذكي بيقول لي هو طالع منين ورايح فين؟ هيومن كوريونيك، يبقى طالع من خلايا المشيمه اللي هتبقى بلاسينتا في يوم من الايام. جونادوتروبينز رايح للجونادز، الجميل بقى الجونادز بتاعه الام وبتاعه الجنين. الام عندها اوفرز، يبقى يروح للاوفرز يقول له للكوربس ليوتيوم استنى معانا لحد ما البلاسينتا تتكون وتاخد وظيفتك وتطلع هي مش انت ايستروجين بروجسترون. ويروح للجناد بتاعه الجنين، اذا كان الجنين ذكر يروح للتسكل بتاعه الفيتس عشان يعمل سكريشن اوف تستوستيرون، تعمل الثلاث وظائف اللي خدناهم في الجنين بتوع التستوستيرون بحرف الدي، differentiation بتاع السكس، سكس differentiation، وبعدين الديسنت اوف تيستكل في الجنين الذكر الى السكروتم، وبعدين differentiation اوف ذا برين. طيب نيجي بقى ده الوظيفتين الاساسيتين اللي هم من اجله يسموه جوناتروبينز. ايه الوظائف الثانيه؟ في وظيفتين ثانيين على اليوترس، بيهلب الجروث اوف اندوميتريوم ويساعد الامبلانتيشن والفورميشن اوف بلاسينتا، يعني طالع من الخلايا تعمل بلاسينتا وبيساعد تكوينها، يبقى بيساعد الجروث اوف اندوميتريوم والامبلانتيشن بتاع الجنين والفورميشن اوف بلاسينتا. بعدين حاجه لطيفه جدا، الجنين مختلف عن الام في الانتيجنز. طب ليه الام ما بتلفظوش؟ ده سؤال هناخده حالا دلوقتي. من ضمن الحاجات اللي بتمنع لفظ الجنين رغم اختلافه في التركيب الانتيجنز على الام هو الهيومن كورونيك جوناتروبين، بي بريفنتس فيتال ريجكشن،
ده أهم هرمون من الخمسة وأول هرمون من الثلاثة اللي هم بروتين هرمونز. تاني واحد بقى اسمه بلاسنتال لأنه طالع من بلاسنتا، لاكتوجين. اسمه الثاني هيومن بلاسنتال لاكتوجينز. اسمه الثالث هيومن كوريونيك لأنه طالع من الكوريونيك إبيثيليان سيلز بتاعت البشر. هيومن كوريونيك سوماتوماموتروبين أو HCS. الاسم الثالث ده أنا بحبه ليه؟ سوماتومامو يقول لك هو بيعادل مين؟ ان هو الاكشن نوت ويل اندرستود، مش فاهمين الاكشن بالظبط بتاعه بيعمل ايه. بلاسينتا لاكتوجينز ده اللي هو الهيومن كرونيك طالع من الهيومن كرونيك ابيثيليوم، طب وراح فين؟ سوماتومامو، يبقى رايح للسوما يبقى هو زي الجروث هرمون، وراح للمامري جلاندز يبقى هو زي البرولاكتين، عشان كده سموه سوماتومامو ورمزها اس. سوماتو يعني زي السوماتوتروفيك هرمون اللي هو الجروث هرمون، ومامو زي البرولاكتين. ما حدش فاهم وظيفته لحد النهارده في كام الجديد بالظبط ايه، لكن ربما بيموبولايز الانرجي سبستريت فور فيتال يوز، واهمهم جلوكوز، وده شفناه. فاكر الجروث هرمون كنت بقول انه غير انه بيعمل جروث، لما ترجع لمحاضرات الاندوكراين كان بيعن على الصيام بانه بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيدز، يعني بيموبولايز الانرجي سبستريت للفيتال يوز اللي هم جلوكوز والفري فاتي اسيد. طب وجروث هرمون ليه اسمه جروث هرمون؟ يبقى بيعمل بروتين ديبوزيشن، يعني بروتين انابوليزم. طب واسمه سوماتومامو؟ يبقى يروح للبريست يساعد الديفلوبمنت قبل الرضاعه، قبل الولاده، بريور تو بارتيوريشن. بارتيوريشن يعني ولاده. يبقى انا استغليت اسمه يا اولاد في معرفه وظائفه. هو اسمه هيومن كرونيك طالع من هيومن كرونيك ابيثيليوم، سوماتومامو. سوماتو يبقى ده جروث هرمون، وانا قلت جروث هرمون ربنا خلقه لسببين، يعمل جروث يعني بروتين ديبوزيشن، ويعين على الصيام انه بيزود الجلوكوز وفي فات اسيد. هنا هيعين بقى الجنين، لان الجنين ما هو يعتبر صايم ما بياكلش، ما هو جوه بطن امه، فبيموبيلايز الانرجي سبستريتس فور فيتال يوز اللي هم جلوكوز والفري فاتي اسيد. طب ده اسمه سوماتو. طب ومامو يبقى زي البرولاكتين، يبقى بيروح بيساعد البريست ديفلوبمنت قبل البارتيوريشن. انا عاوز ناس فاهمه يا اولاد، انا مش جاي اقرا معاكم، انا جاي افهم معاكم. في محاضراتي بنسعى الى الفهم. اسمه هيومن كوريونيك يعني طالع من البلاسينتا، من الخلايا بتاعك بشيمة بتاعك الإنسان، هيومن كورونيك. إس سوماتو مامو، يبقى سوماتو زي الجروث هرمون، والجروث هرمون قلنا ليه وظيفتين أساسيتين، يوجد وظيفتان أساسيتين، جروث يبقى بيعمل بروتين ديبوزيشن، وقلنا بيعن على الصيام إنه كان بيزود الجلوكوز والفري فاتي أسيد. طب ما الفيتا الصائم جوه بطن أمه، فهو اللي بيموبيلايز الجلوكوز والفري فاتي أسيد للفيتس. وبعدين مامو يبقى يروح للمامري جلانز يساعد البريست ديفلوبمنت فور بارتيوريشن، قبل البارتيوريشن يعني قبل الولاده. طب الهرمون الثالث بقى البروتين اللي هو ريلاكسين، ده هنقول عنه كلمتين في عجاله كده. الريلاكسين ده بروتين طالع من البلاسينتا ومن من الكوربسيوتي. الاكشن ريلاكسين، اسمه ريلاكسين، act synergistically with the progesterone، يعني بالتعاون synergistically with progesterone to maintain the pregnancy. ومنه بي ريلاكسين، بي ريلاكس اليوترس، عشان اليوترس ما ينقبضش ويلفظ ما بيدخله اللي هو الجنين. وبعدين بي ريلاكس البلفيك ليجامنتس at the end of pregnancy to aid parturition، عشان يساعد الولادة. يبقى بي ريلاكس اليوترس في أثناء الحمل للحفاظ على الحمل، وبيريلاكس البلفيك ليجامنتس عشان البلفيس يوسع عشان يساعد عمليه الولاده. اسمه ريلاكسين، بروتين هرمون طالع من البلاسينتا والكاباسيتي. يبقى مين الخمسه هرمونز المهمين يا اولاد؟ نقولهم تاني، اثنين ستيرويدز اللي هم ايستروجين وبروجستيرون، وثلاثه بروتينز، اثنين فيهم كلمه هيومن كرونيك. هيومن كرونيك جونادوتروبينز، عشان كده كان بيعادل جونادوتروبينز ال اس اتش واف اس اتش، ومعاهم دي زياده بقى للاوائل التي اس اتش، ده الالفا سب يونتس.
ده الالفا سب يونتس، وعنده حاجه زياده خاصه بيه بيتا سب يونتس. وبعدين هيومن كورونيك سوماتو مامو، يبقى عادل الجروث هرمون والبرولاكتين. وبعدين ريلاكسين ثالث واحد اللي هو مهم، ريلاكس اليوترس بيحافظ على الحمل، وريلاكس البلفيك ليجمنتس فيساعد الولاده. هنا بقى عندي سؤال مهم جدا يا اولاد، في الشفا وفي النظري. للاوائل لما يسالك مين هم الجونادوتروبينز، كل الطلبه مخها يروح للبيتيوتري جونادوتروبينز، يقول له الاف اس اتش والال اتش. الاوائل ما يقولوش كده، لما يساله مين هم الجونادوتروبينز في الشفوي يقول له بيتيوتري جونادوتروبينز اند بلاسنتال جونادوتروبينز. البيتيوتري جونادوتروبينز اثنين، اف اس اتش وال اتش. البلاسنتال جونادوتروبينز واحد يعادلهم هما الاثنين، اللي هو الهيومن كرونيك جونادوتروبينز. لما يجي لك سؤال نظري given account on جونادوتروبينز، لو انا ما قلتش الكلام ده 90% من الطلبه بتكتب البيتيوتري جونادوتروبينز بس. الصفحه اللي خدناها اللي جميله ارجع المحاضره بتاعه البيتيوتري جونادوتروبينز. انما الاوائل يحطوا عنوانين بيتيوتري جونادوتروبينز ويتكلم على الاف اس اتش والال اتش، والبلاسنتال جونادوتروبينز اللي هو الهيومن كرونيك جونادوتروبينز. يبقى في الانسان في كام جونادوتروبينز؟ اثنين من البيتيوتري واحد من البلاسنت، اثنين من البيتيوتري واحد من البلاسنت. بتوع البيتيوتري اف اس اتش والال اتش، وبتوع البلاسنت طبعا خاص بالفيميلز بس هيومن كرونيك جونادوتروبينز، لان البيتيوتري جونادوتروبينز الاثنين دول في الذكر والانثى، انما الهيومن كرونيك جونادوتروبين في الانثى بس. فعشان كده ممكن يغير لك سؤال بصيغه ثالثه يقول لك جونادوتروبينز ان فيميلز، يبقى تكتب ثلاثه، الاثنين بتوع البيتيوتري وبتاع البلاسنتا. طب ان ميلز يبقى بتوع البيتيوتري بس. خليك واعي، ده سؤال جميل قوي نظري وشفوي. طيب خلصنا الوظائف البلاسنتا الخمسه، وكان اخر وظيفه وهي الاطول اللي هو الهرمونال فانكشن بلاسنتا، اللي هو اوريدي بيطلع خمسه، اثنين ستيرويدلز ايسترون بروجستيرون، وثلاثه بروتين هيومن كرونيك جوناتروبينز، هيومن كرونيك سوماتوماموتروبينز اللي هو البلاسنتال لاكتوجينز، واخر واحد اللي هو ريلاكسين. طب في هل اذر هرمونز بتطلع ديورينج بريجننسي مش من البلاسنتا، من حتت ثانيه غير 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 البلاسنتا؟ في هرمونات بتزيد؟ اه في. اقول لك حاجه بطريقه جميله، الخمس غدد اللي خدناهم وكتبتهم بنظام لاني ما عشقت مستعشق النظام، بتساهم في البريجننسي، لان البريجننسي دي ستريس على الفيميل، عاوز مشاركه من كل الغدد. فالبيتيوتري جلاندز بتبقى ستيميليتد باي بلاسنتال هرمونز، تزود الاي سي تي اتش والثايرويد ستيميليتنج هرمون والبروراكتين. عارف مين الوحيد اللي بيقل؟ لان سؤال ام اس كيو، البيتيوتري جونادوتروبينز. عارف ليه؟ عشان في بلاسنتال جونادوتروبينز، فلا حاجه لنا للبيتيوتري جونادوتروبينز. الثايرويد بتطلع تي 3 وتي 4 اكتر، الباراثايرويد بتطلع الباراثرمون اكتر عشان الكالسيوم، مش في عظم في البيبي. الادرينال كورتيك بتطلع اهم تو هرمونز، الجلوكو والمينرال كورتيكويدز، والبنكرياس بتطلع انسولين. واحد يقول لي افتكرهم ازاي؟ بترتيب الغدد. احنا خدنا الغدد في الاندوكراين بيتيوتري، بعديها خدنا الثيرويد، بعديها خدنا نمره 3 الباراثيرويد، نمره 4 خدنا الادرينال كورتكس، نمره 5 البنكرياس. الخمسه بيطلعوا هرمونات اكتر. يبقى اوعى تنسى البلاسنتا بتطلع خمس هرمونات، والخمس غدد اللي هم مش بلاسنتا الاساسيين بيزودوا افراز الهرمونات. ومين اهم سؤال فيهم هجيبه لك؟ كل الهرمونات زادت، مين الوحيد اللي ناقص؟ اللي ناقص الاف اس اتش والال اتش. حطها لك في الدائره المشروع بتاعتنا ليه؟ تبقى فاهم، لان احنا عندنا بلاسنتال جونادوتروبينز، فلا حاجه لنا، لا حاجه لنا للبيتيوتري جونادوتروبينز، انما الباقي كله اهو زاد زاد زاد. فتروح راسس الخمس غدد لما يقول لك مين الاذر هرمونز اللي بوسكيتد دورينج بريجننسي، بيتيوتري، ثيرويد، باراثيرويد، ادرينال كورتكس، بنكرياس، تكتب الهرمونات. للجماعه البوست جراديويت اللي هم بيتقدموا الى ماجستير النساء والتوليد، لما يقول لك هرمونال تشينجز ان بريجننسي، تكتب الخمس هرمونات بتوع البلاسنتا والخمس غدد دول، تقول الغدد اللي طلعوهم زياده. طيب
ده كان اهم حاجة في البريجنانسي. نيجي بقى الكونتينيويشن اوف بريجنانسي، ازاي احنا كملنا البريجنانسي؟ ان منعنا الريجريشن في كوربس يوتيوم. لو ما حصلش اخصاب الكوربس يوتيوم كان بيتحول لكوربس البيكانس في غضون ايام قليلة. انما لو حصل بريجنانسي قلنا خلايا اللي المشيمه الهيومن كرونيك سيلز بتبعت رساله من تحت الماء اسمها هيومن كرونيك جوناتروبينز من التروفوبلاس اللي هو بيشتغل اساسا كاي كاليوتينايزنج هرمون، يروح يمنتين الكوربس لوتيوم اللي في الاوفري لمده 60 يوم لحد ما البلاسينتا تاخد اتس رول. قلناها. فما يقول لك ازاي بنعمل كونتينيوشن بريجننس، ايه اللي بيمنع الكوربس لوتيوم من يديجنريت في الاوفري لو حصل بريجننسي؟ افتكرها، رسالة من تحت الماء بعث بيها التروفوبلاس من اليوترس وهي الهيومن كرونوجلوتروبين، مشيت في الدم تحت الماء في الدم، راحت للأوفري قالت للكوربس يوتيوم استنى، لأن الهيومن كرونوجلوتروبينز الألفا سبيونت هو عنده البيتا سبيونت دي بيكيولر مش موجودة في غير فيه هو بس، انما الالفا سبيونت هي الاهم بتشتغل كالوتينايزنج لوتينايزنج لوتينايزنج يمنتين الكوربس يوتيوم، وكتو هرمون ثانيين اف اس اتش وتي اس اتش للاوائل يمنتين الكوربس يوتيوم 60 يوم. سؤال تاني بيسالوا لكم في الشفوي، الام لو زرعت لها كليه، لو زرعت لها كبد، لو زرعت لها قلب بتلفظه لانه مختلف عنها. طب لماذا لا تلفظ الجنين برغم ان الجنين ده يعتبر يعني جرافت مختلف عنها في التركيب من حيث الانشيت، ليه ما بتعملوش ريجكشن؟ بص بقى معايا، ذلك يعزى لاربع اسباب. اول حاجه ان الخلايا الطبيعيه بتكسبريس بتبين ميجور هيست كومباتبل كومبلكس كلاس 1 وكلاس 2 تقول ده تبعنا، عشان الاميون سيستم لما يلاقي حاجه مختلفه عنه يضربها. طب احنا دلوقتي الخلايا بتاعه الفيتس تروفوبلاس البلاسينتا تروفوبلاس توهت الاميون سيستم فعملت اكسبريشن لحاجه غير اللي واخد عليها يقراها مظبوط، لحاجه اسمها هيومن ليكوسيتيك انشين جي، مش الحاجه اللي معتاد عليها هو الميجرز كومباتبل كومبلكس كلاس 1 و 2. يبقى حطت شاره ما 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 يعني اتلخبطوا، الشارة المعتادة اللي بيعرف منها تبعنا ولا مش تبعنا هي الميجرز كومباتبل كلاس 1 اور 2، هي حطت له اكسبريس حاجة تانية خالص مش فاهم فيها اللي هو الهيومن ليكوسيتيك انشن كلاس جي. تاني حاجة، مين اللي كان بيلفظ اي نسيج؟ تي سيلز، قلنا التيشو جرافس اللي بيلفظها تي سيلز. فالبلاسينتا عند السيرفيس اوف بلاسينتا استنته بال FAS اللي يسموها fast ligand، حتى بقول لك طريقة لطيفة، اي تي سيلز تقترب للفظ الجنين البلاسينتا بتضربها بالفاس على دماغها ودماغ اللي تشدد لها بالفاس. خلاص اوعى تنسى بتضرب التي سيلز بالفاس، التي سيلز بالفاس ليجند اون ذا سيرفس اوف بلاسينتا. تالت حاجة انه بتقلل الام السيركوليتنج انتي بوديز، يعني تصور الام بتقلل انتي بودي ساعتها عشان ما تلفظش الجنين، تقلل مناعتها لصالح الجنين، سبحان الله. رابع حاجه لسه قايلينها ان كان من ضمن وظائف الهيومن كوريونيك جونادوتروبينز انها كانت بتعمل اميونو سبريشن، بتمنع لفظ الجنين، تعتبر اميونو سبريسيف ايجنت، عامل بيقلل المناعه. فور 8 تو 12 ويكس افتر امبلانتيشن، دي حاجة تانية خالص مالهاش دعوة بالفيلير، بيقول لك لمدة 8 ل 12 أسبوع بعد الإمبلانتيشن الإمبريو لسه البلاسينتا ما اتكونتش، بياكل منين؟ ده سؤال رزق، مالهوش دعوة بالريجكشن خالص، ده حاجة تانية. قبل تكوين البلاسينتا الإمبريو بياكل منين؟ بياكل من الدايجيشن أوف ديسيديا باي تروفوبلاس، يعني نفس الإندوميتريوم بيهضم خلايا وياكلها لحد ما يتكون بلاسينتا. طيب ده اللي هي الخطوه الرابعه اللي هو البريجننسي، فاضل فيها البريجننسي تيست، وده سؤال عملي ونظري وكل حاجه.
اختبارات الحمل، ايه اهم معلومة في اختبارات الحمل يا اولاد؟ انتوا عارفين احسن مني. ان البريجنانسي تيست depend on the detection of human chorionic gonadotropin in urine or blood. هقولها المرة الثالثة. البروجستيرون يدل على ان في corpus luteum، يدل على ان في ovulation في الفيميل. The progesterone is an index of ovulation. بينما الهيومن كورونيك جونادوتروبين يدل على ان في بلاسنتا، مادام الست عندها بلاسنتا يبقى 100% حامل، يدل على الحمل. فالهيومن كورونيك جونادوتروبين is an index of pregnancy. يبقى اهم حاجه في البريجننسي تيست انك تقول ان all pregnancy tests، كل البريجننسي تيست depend on the detection of human chorionic gonadotropin in urine or blood. البروجستيرون للمرة الخامسة index of ovulation، الهيومن كورونيك جونادوتروبين index of pregnancy. في تجربتين، في agglutination test او immunological test. زمان كان في تجربة indirect غبية بس نقولها في عجالة، وبعدين دلوقتي بيعملوا الدايركت. نيجي الindirect. دلوقتي كانوا جهزوا حاجتين في المعمل، مجهز حاجتين human chorionic gonadotropin antibodies، antibodies ضد human chorionic gonadotropin، وبعدين جايبين RBCs synthesized أو latex particles، ورق كده صغير particle حاطين عليه human chorionic gonadotropin coated by على سطحه في human chorionic gonadotropin، وبعدين نجيب اليورين بتاع الست اللي عاوزين نعرف هي حامل ولا لا. لو الست حامل يبقى اليورين ده بوزيتيف، يعني فيه هيومن كورونيك جونادوتروبين. فالهيومن كورونيك جونادوتروبين انتي بوديز هتروح تتفاعل مع الهيومن كورونيك جونادوتروبين بتاع اليورين. فلما بعد كده تحط اللاتكس بارتكلز بخلاص الهيومن كورونيك جونادوتروبين انتي بوديز استهلك بالهيومن كورونيك جونادوتروبين بتاع اليورين. الانتي بوديز ضد الهيومن كورونيك جونادوتروبين تفاعلت مع الهيومن كورونيك جونادوتروبين اللي في اليورين لان الست حامل، فما بقاش فيه انتي بوديز. فلما بعد كده احط الار بي سيز اللي عليها هيومن كورونيك جونادوتروبين او اللاتكس بارتكلز اللي عليها هيومن كورونيك جونادوتروبين، مفيش انتي بوديز، خلاص خلصت تفاعلت مع اليورين، فمش هيحصل لها اجلوتينيشن. فده يقول ان الست بريجننت حامل. لكن لو ان اليورين نيجاتيف بتاع الست، ست مش حامل، اليورين بتاعها ما فيهوش هيومن كورونيك جونادوتروبين، يبقى اما احط عليه الانتي بوديز ما لقاش حاجه تفاعل معاه، فقعد زي ما هو سليم كده زي الفل. فلما اجي احط بعد كده الار بي سيز اللي عليها هيومن كورونيك جونادوتروبين او اللاتكس بارتكلز اللي عليها هيومن كورونيك جونادوتروبين يتفاعل معاه ويعمل لها اجلوتينيشن. يبقى لو حصل الاجلوتينيشن لللاتكس بارتكل او الار بي سيز معناها ان التفاعل حصل مع الار بي سيز واللاتك بارتكلز، معناها ان اليورين ما كانش فيه جونادوتروبين، يبقى الست دي مش حامل. يبقى طريقه اندايركت. لو حصلش اجلوتينيشن يبقى الست حامل. لو حصل اجلوتينيشن الار بي سي واللاتكس بارتكل يبقى الهيومن كورونيك جونادوتروبين لم يستهلك في اليورين لان الست مش حامل، اليورين ما فيهوش هيومن جونادوتروبين، يبقى نو بريجننسي. حتى بقولها في مزاح، يعني لو ما حصلش اجلوتينيشن يبقى الست حامل، حصل اجلوتينيشن يبقى الست مش حامل. كانوا زمان في مصطلح كده يقول لك هو حصل ولا ما حصلش ولا ما حصلش حاجه تلخبط. فبطلوا التجربه الغبيه دي لانها بتتقري بالعكس. يعني انا لو حصل اجلوتينيشن اقول الست مش حامل، ما حصلش اجلوتينيشن اقول الست حامل. فعملوها بتجربه اسكى، هي اللي بتستخدم اللي هي الدايركت ميثود. دلوقتي المعمل يا اولاد، المعمل بيجيب ايه؟ بيجيب اللاتكس بارتكلز مش عليها هيومن كورونيك جونادوتروبين، عليها الانتي بوديز. يعني عليها الانتي بوديز، يعني في التجربه الاولانيه كان عليه الهيومن كورونيك جونادوتروبين هرمون، لا ده اللاتكس بارتكلز حاطين عليها الهيومن كورونيك جونادوتروبين افهم انتي بوديز. فلو الست حامل يبقى اليورين بوزيتيف فيه هيومن كورونيك جونادوتروبين، هيتفاعل مع الانتي بوديز دي
يمسكهم في بعض يعني حصل لهم اجلوتينيشن يبقى في بريجنانسي. لو اليورين ما فيهوش هيومن كولونجياتروبين يبقى ما فيش حاجه تتفاعل مع الانتي بوديز الالاتيك بارتكلز، فكل بارتكل تقعد لوحديها ما فيش حاجه تفاعلت معاها، فبالتالي يبقى الست دي مش حامل. يبقى تاني يبقى في الدايركت اجلوتينيشن تيست او كواجوليشن تيست هنا اللاتكس بارتكل، ايه الفرق بينها وبين التجربه الاولانيه؟ ما عليهاش الهيومن كولونجياتروبين، افهم عليها كرونين هيومن كولونجياتروبين انتي بوديز، حتى عاوز اصلحها انتي بوديز. يبقى عليها الانتي بوديز اللي ضد الهيومن كولونجياتروبين، هنا كان عليها هيومن كولونجياتروبين، هنا عليها الانتي بوديز، فخلاص تجربه فيري دايركت. لو اليورين فيه بوزيتيف يعني ست حامل يبقى عندها في اليورين هيومن كولونجياتروبين، هيتفاعل مع الانتي بودي اللي على اللاتكس بارتكل دي ويتفاعل مع اللاتكس بارتكل الثانيه والثالثه، يمسكهم الثلاثه والاربعه والخمسه فيمسكهم في بعض، فاهم التعبير؟ يعني هيتفاعل مع كل انتي بودي على كل لاتكس بارتكل يتفاعلوا معاه وبالتالي يمسكوا فيه وبالتالي مسكوا في بعض فيحصل اجلوتينيشن او كواجليشن. يبقى تجربه سهله لو حصل اجلوتينيشن ست حامل، يبقى سهله حتى في 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 الانتربريتيشن، ما حصل لهمش اجلوتينيشن يبقى التجربه نيجاتيف يبقى الست مش حامل. الاهم بقى دلوقتي في النهارده حاجات يعني راديو امينو اسي اللي بيقيسوا بيها اي هرمون بيقيسوا بيها دايركتلي الهرمون الهيومن كولونجياتروبين في البلاد او يورين، يبقى دي اسمها راديو امينو اسي، دي طريقه لقياس الهرمون دايركتلي. احنا الحمل بيعتمد على الهيومن كولونجياتروبين فبنقيسه دايركتلي في اليورين او البلاد بالراديو امينو اسي. يبقى ده البريجنانسي تيست. هقولها تاني في عجالة يا اولاد، مين اهم جملة؟ ان البريجنانسي تيست ديبند، خليها تيست بعد اذنك، البريجنانسي تيست اختبارات الحمل اهو، بريجنانسي تيست ديبند اون ذا ديتكشن اوف هيومن كولونجياتروبين ان يورين اور بلاد. قلنا بيظهر في البلاد بعد 6 ايام، في اليورين بعد 14 يوم من الكونسبشن، وقلنا بيوصل البيك فاكر من 7 ل 9 اسابيع لما هو بيمنتين الكوباسيوتي ولا مش محتاجين الكوباسيوتي. في تجربتين، يا اجلوتينيشن تيست يا راديو امينو اسي. راديو امينو اسي سهله بنقيس بيها البيتا سب يونت بتاع الهيومن كولونجياتروبين دايركت، الهرمون دايركت البيتا سب يونت اللي هي بيكيوليرلي موجوده فقط في الهيومن كولونجياتروبين مش في اي جوناتروبين اخر، البيتا سب يونت دي فقط في الكولونجياتروبين اللي هو بتاع البلاسينتا بتاع الحمل. دي اسمها راديو امينو اسي بتستخدم في قياس اي هرمون، اي هرمون في الجسم اللي في حالتنا دلوقتي في حاله الحمل، فين الهرمون بتاع الحمل؟ الهيومن كولونجياتروبين. او الاجلوتينيشن او ايمونولوجيكال تيست، في طريقه اندايركت وطريقه دايركت. اندايركت ليه؟ لان لو في اجلوتينيشن مفيش حمل، مفيش اجلوتينيشن مفيش حمل. هنا بيستخدموا ثلاث حاجات مش حاجتين، بيستخدموا هيومن كولونجياتروبين انتي بوديز، هنا في كومبيتيشن قصاده يتفاعل مع اللي في اليورين لو الست حامل يتفاعل مع الهيومن كولونجياتروبين اللي على اللاتكس بارتك، فلو تفاعل مع اليورين مش هيتفاعل مع البارتك، يبقى البارتك مش هيحصل لها اجلوتينيشن لان الست حامل. لو تفاعل مع البارتكلز يبقى 100% ما عرفش ليه يتفاعل مع اليورين لان ما كانش في اليورين هيومن كولونجياتروبين، فما قصدوش غير الهيومن كولونجياتروبين اللي موجود على اللاتكس بارتكلز فحصل لها اجلوتينيشن. يبقى هنا البارتكل عليها هيومن كولونجياتروبين، والانتي بوديز ده يعني في تنافس ما بين الهيومن كولونجياتروبين انتي بوديز ما بين الهيومن كولونجياتروبين اللي في اليورين اللي هو المهم بتاع الحمل واللي على اللاتكس بارتكلز. عملوها بطريقه اسهل، قالوا طب ليه التعقيد ده؟ ما احنا بدل اللاتكس بارتكل بيبقى عليها هيومن كولونجياتروبين نحط عليها هي نفسها الانتي بوديز. لو اليورين الست بوزيتيف حامل عندها هيومن كولونجياتروبين هيتفاعل مع الانتي بوديز اللي على اللاتكس بارتكلز يمسكوا في الهيومن كولونجياتروبين وبالتالي يمسكوا ببعض فيحصل اجلوتينيشن، يبقى الست حامل. لو اليورين ما فيهوش حاجه هيقعدوا سايبين لان هم ما تفاعلوش بحاجه عشان يمسكوا ببعض، مفيش اجلوتينيشن الست مش حامل. ستيجز اوف ليبر يا اولاد، الليبر ثلاثة ستيجز. الفيرست ستيج
ان اليوتراين كونتراكشن لحد ما السيرفكس يبقى فولي دايليتد، ده يسموه فيرست ستيج اوف ليبر. سكند ستيج اللي هو الاكسبالشن اوف بيبي فروم بيرث كانال، نزول البيبي من قناه الولاده. ثيرد ستيج هو الاكسبالشن بلاسينتا اند فيتال ميمبرينز. عشان كده حتى في اللغه الدارجه عندنا بيسموا البلاسينتا اللي هي المشيمه الخلاص. ليه؟ لان الولاده ما تخلصش خلاص بنزول البيبي، لازم الطبيب او الداية حتى زمان تستنى لما ينزل مشيم، فكده تقول الولادة خلصت خلاص. ده الستيج 3. يبقى اول ستيج يوتراين كونتراكشن تيل فول دايلتيشن اوف ذا سيرفكس. في البرايميبرا يعني هي الست اللي اول مره بتولد، اول مره في حياتها تولد، ده بيبقى الستيج ده طويل جدا جدا، يعني بياخد اطول وقت الفيرست ستيج ان يبقى اليوترس والبيرث كانال حته واحده، يعني لا يمكن تمييزهم من بعض، يعني اليوترس والسيرفكس والفاجينا حاجه واحده في المنظر ده كده، يسموها بيرث كانال. ده الفيرست ستيج لحد ما السيرفكس يبقى فولي دايليتد ويبقى فيها اهي كانال ينزل منها الجنين. سكند ستيج منزل بيبي. ثيرد ستيج امتى بقى يبقى خلاص الولاده خلصت؟ لما الخلاص ينزل، اللي هو مين الخلاص في اللغه الدارجه؟ البلاسينتا والفيتال ممبر. طيب نيجي الستيج السادس والاخير يا اولاد، هو الرضاعه لاكتيشن. تنساش لعبد الله قسمها لك بطريقه لطيفه، ست احداث من الاخصاب الى الرضاعه. اول ثلاث احداث قلنا مش مهمه، الاخصاب الفيرتلايزيشن، الحدث الثاني بري امبلانتيشن مش مهم، الثالث امبلانتيشن مش مهم، ثم الحدث الرابع والخامس والسادس الحمل والولاده والرضاعه. طيب نيجي للولاده، اسف الحدث الخامس الاول ما قلناهوش لسه، الولاده. شوف راح فين الورق بتاعتك. بارتوريشن اللي هو الولاده او الليبر او الدليفري، فيها ثلاث اسماء يا ولاد. دول موضوعين صغيرين هنقولهم في عجاله ونقفل بكده. بارتوريشن اللي هي الليبر اللي هي الدليفري. الولادة هي الاكسبالشن اوف فيتس اند بلاسينتا زي ما قلنا. It requires تحتاج strong coordinated uterine contraction. يعني اليوترس ينقبض بطريقة coordinated متناسقة. Helped by voluntary abdominal muscle contraction. يعني بنقول للست وهي لما يجي لك الطلق لما الرحم ينقبض احزقي، اعملي voluntary abdominal muscle contraction. ليه بنقول هيلب باي؟ لانه مش لازم، المهم اليوترس ينقبض ودي حاجه انفولنتري. الانقباض بتاع الابدومينال الماسل فولنتري ده مش مهم قوي. والاثبات ان لو ست وهي حامل حصل لها بارابليجيا شلل نصفي، اتشل النص التحتاني من جسمها ما تقدرش تتحكم فيه بتولد برضه. فعشان كده بنقول هيلب باي، انما الولاده تحتاج اساسا لسترونج كوردينيتد يوتراين كونتراكشن بس. يساعدها بنقول للست احنا من عندنا زياده حاجه فوق البيعه لما يجي لك الطلق اللي هو الكوردينيت يوتراين كونتراكشن احزقي معاه ساعديه يا ستي مش مهم. طيب هناخد اربعه هرمونال فاكتور يساعدوا الولاده وثلاثه ميكانيكال فاكتور، سبعه يعني، اربعه هرمونال وثلاثه ميكانيكال. هتقولي مين اهم نظريه فيهم؟ هقول لك اهم نظريه فيهم كلهم مجتمعون مالتي فاكتوريال، مفيش نظريه واحده من السبعه الاربعه هرمونال والثلاثه ميكانيكال لوحدها تفسر ولادة، انما مع بعض يفسروا. نبتدي بالاربعه هرمونال فاكتورز. قلنا واحد منهم اللي هو الايستروجين بروجسترون ريشيو. احنا عارفين الايستروجين بيساعد انقباض الرحم والبروجسترون بيقلل انقباض الرحم، ففي الشهر السابع بيزيد الايستروجين تو بروجسترون ريشيو.
النسبة بين الايستروجين والبروجسترون بتزيد. يعني ايه؟ يعني ده يحصل ان الايستروجين بيزيد continue to increase بعد شهر التاسع السابع اسف، والبروجسترون يقل يقعد ثابت. يعني اللي فوق زاد وهو الايستروجين بيساعد الانقباض، والبروجستيرون اللي بيمنع الانقباض يقل يبقى ثابت بدءا من الشهر السابع. ادي اول نظرية اللي هو زيادة الايستروجين تو بروجستيرون ريشيو. طب النظرية الثانية اوكستوسين، مصدر الاوكستوسين جاي من الفيتس والماتيرنال سورس. حتى بقولها في مزاح ان الولادة ليست مسؤولية الام فقط، انما مسؤولية مشتركة بين الام والجنين. فبقول الجنين ده مش طيشة، مش يقول انزل انزل، هو بيقرر مع امه خلاص، هو يطلق الاكسوسين، امه بتطلع اكسوسين يقبض الرحم، هو يطلع اكسوسين يقبض الرحم، نزلوني يا جماعة. فيبقى فيتال اند ماتيرنال سورسز. الاكسوسين بيشتغل بطريقة دايركت، بيعمل كونتراكشن بنفسه، وان دايركت عن طريق البروستا جلاندنز. طيب مين اللي بيزود الثنسز اوف والسنسيتيفيتي اوف اوكستوسين ريسبتور؟ الايستروجين. الايستروجين اللي بيزود الانقباض، اللي هو كان مهم فوق ان الايستروجين يزيد البروستيرون يقل. فالايستروجين هو اللي بيزود الثنسز والسنسيتيفيتي اوف اوكستوسين ريسبتورز. النظريه الثالثه بروستا جلاندنز، بيطلع منين برضو؟ انتاج مشترك من الديسيديوا. انا قلت ايه هي الديسيديوا؟ اللي هي الديسيديوا رياكشن، اللي هي التغيرات اللي بتحدث في الاندوميتريوم بتاع اليوترس بتاع الام استعدادا للامبلانتيشن. يبقى الديسيديوا دي تبع الام، فالبروستاجلاندين بيطلع من الام اللي هو الديسيديا والفيتال ميمبرنز. يبقى مره اخرى انتاج مشترك، الفيتس ده مش طيش، بيطلع اوكستوسين مع امه، بيطلع بروستاجلاندين مع امه. يعمل ايه البروستاجلاندين دي؟ ودي من اهم المواد اللي بتعمل الانقباض، يعمل دايركت يوتراين كونتراكشن وانديوس اوكستوسين اكشن ويزود الاوكستوسين اكشن، ومش بس يكونتراكت اليوترس، وفي نفس الوقت يسوفتن، يطري ويدايليت ويوسع وثينز اوت اليوتراين سيرفكس. لما قلتها لك يا اولاد في البيرث كانال، يعني بيقبض الرحم ويطري ويدايليت ويثين اوت اليوتراين سيرفكس. طب رابع هرمون، حتى الادرينال جلاند يا اولاد بتساهم في الولاده، اللي هو بيسموه بقى، شوف الفيتس هنا لوحده، نظريه لوحده، فيتال هايبوثالامس يشغل بيتيوتري، يشغل ادرينال جلاند، يؤدي الى تراين كونتراكشن، فيسموها فيتال هايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس. يعني اول نظريه اهي كانت بتاعت الام لوحدها، زياده الايستروجين بروجسترون ريشيو. اخر نظريه الهايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس بتاعت الفيتس لوحده. طب الاثنين اللي في النص الاكسيتوسين والبروستاجلاندينز، انتاج مشترك من الفيتس والام، بين الفيتس الديسيديا والفيتال ميمبرين. يبقى كام نظريه هرمونال يا اولاد؟ اربعه، نقولهم تاني في عجاله وتبقى تسمعهم. زياده الايستروجين بروجسترون ريشيو، الايستو اللي بيقبض الرحم بيزيد بدءا من الشهر السابع والبروجسترون يثبت يقل. طب تاني حاجه الاوكسيتوسين بيعمل دايركت كونتاكشن عن طريق البروستاجلاندين، ومين يزود الاوكسيتوسين ريسبتور والعدده والسنسيتيفيتي؟ الايستو. ثالث نظريه البروستاجلاندينز، بيقبض الرحم وفي نفس الوقت بيسوفتن ويدايليت ويثين اوت السيرفكس. رابع نظريه الفيتال هايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس. يبقى ايستروجين بروجسترون نمرة واحد، عد معايا، اوكستوسين نمرة اثنين، بروستاجلاندين نمرة ثلاثة، هايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس نمرة اربعة. ايستروجين بروجسترون ريشيو يزيد، اوكستوسين نمره 2، بروجسترون نمره 3، فيتال هايبوثالاميك بيتيوتري ادرينال اكسس. نيجي ميكانيكال فاكتور اسهل يا اولاد، 3. مش البيبي بيكبر؟ واليوترس بيكبر، قلنا بسبب الايستروجين، فده بيحصل ستريتش في اليوتراين ماسل، واحنا ستاردنج قال كل ما تستريتش الماسل بتنقبض اقوى، فالستريتش اليوتراين ماسلز بيزود التراين كونتراكشن، مفهوم؟ طيب تصور الاستريتش اوف سيرفكس لما راس البيبي تنزل في عنق الرحم
وتعمله ستريتش ده يبعت امبلس تعمل ريفلكس تراين كونتراكشن، حاجات ميكانيكال اهو. يبقى الاستريتش بتاع اليوترس والاستريتش بتاع السيرفكس. طب ونمره 3 بوزيتيف فيدباك ميكانيزمز. قلت لكم ان مفيش بوزيتيف فيدباك ميكانيزمز في الاندوكراينال جلاندز غير مرتين، الاثنين في الفيميل ريبرودكتيف سيستم، واحده في التبويض لما قلنا الرايزنج ليفل اوف ايستروجينز 2 دايز بيفور اوفيليشن كان بيعمل 2 سيرج، بيزود ال اتش 6 ل 10 مرات والاف اس اتش مرتين لثلاثه. يبقى اول مره في التبويض كان في بوست فيدباك ميكانيزم، الرايزنج ليفل اوف ايستروجين بيزود الاف اس اتش والال اتش. تاني بوست فيدباك ميكانيزم برضه في الفيميل برودكتيف سيستم، مش في التبويض بقى، في الولاده. السيرفايكال ستريتش لما راس البيبي تنزل في عنق الرحم وتعملها ستريتش ده يزود اليوتراين كونتراكشن، فلما اليوترس ينقبض يزق راس البيبي اكتر في السيرفكس يحصل مور سيرفايكال ستريتش. يبقى بوست فيدباك الستريتش يقبض الرحم والرحم يزق البيبي فراس البيبي تعمل مور ستريتش في السيرفكس، لا ما توقفش غير بنهايه الولاده. طيب السيرفايكال ستريتش كنا خدناها بتطلع اوكستوسين، والاكستوسين يقبض الرحم فراس البيبي تنزل فيعمل مور سيرفايكال ستريتش، وبنسمي ده فيرجسون ريفلكس، ان السيرفايكال ستريتش يطلع اوكستوسين يقبض الرحم فينزل البيبي براسه اكتر في السيرفكس يعمل مور سيرفايكال ستريتش. يبقى شفنا يا اولاد البوست فيدباك ميكانيزمز في الاندوكراين اندوكراين سيستم، لانه في بوست فيدباك ثانيه في الجي اي تي بس مالناش دعوه بيها دلوقتي، مرتين في الفيميل ريبرودكتيف سيستم في التبويض وفي الولاده. الولاده اوعى تنسى في اربعه هرمونال فاكتورز وثلاثه ميكانيكال فاكتورز، من هي اصدق نظريه لا اكل ولا امل. السبعه مجتمعين مالتي فاكتوريال، الايستروجين بروجسترون ريشيو، اوكستوسين نمره 2، بروستاجلاندين نمره 3، فيتال هايبوثالاميك بيتوتري ادرينال اكسس نمره 4، دول اربعه هرمونال، وثلاثه ميكانيكال الستريتش اوف ترايب ماسل، الستريتش اوف سيرفكس، والتو بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. نيجي الحدث السادس والاخير يا اولاد وهو اللاكتيشن. ده سؤال مهم جدا، يعني البارتوريشن او الديليفري او الليبر سؤال مهم جدا. طب الرضاعه سؤال مهم جدا. البريست ديفلوبمنت، البيبي الطفله الصغيره قبل المراهقة بيبقى صدرها صغير خالص زي صدر الولد. البريست ديفلوبمنت ستارتس ات بيوبرتي، بيبتدي مع البلوغ، ولكن يا اولاد كومبليتد ديورينج بريجننسي، بيكمل في الحمل. في الحمل تلاقي صدر الست الحامل بيكبر زياده شويه، يبقى يبتدي مع البلوغ لكن يكتمل مع الحمل. في كم مرحله لنمو الثدي؟ اربعه. الجروث مرحلتين، ان البريست يكبر خلاص حاجه كوزمتيك، يبقى يحصل انلارجمنت اوف ستروما ويحصل ديبوزيشن اوف فات، يزيد البلاد فلو، الاريا تتلون، كل دي حاجات كوزمتيك. فين اهم حاجه بقى وظيفيه فانكشنال؟ النيبل والدوتس. مين اللي بيعمل دول؟ الايستروجين. يبقى اهم وظيفه الايستروجين، هتختار واحده من كل دول انا هحطها لك فوق اهو، الدكت سيستم. النيبل والدكس ده وظيفه الايستروجين، لكن هو اللي بيكبر البريست، بيعمل انلارجمنت ستروما فات، وتعالى ارسمها لك اهو، وبيزود البلاد فلو، البلاد فلو تزيد، وبعدين يلون الاريلا اللي حوالين النيبل، حتى قلنا انها البيجمنتيشن بيزيد اكتر في الايرلي بريجننسي يا اولاد، في بداية البريجننسي. عشان كده قلت لك لما تلاقي واحدة ست الإيريا بتاعتها بني اعرف انها كانت في يوم من الايام حامل، حتى لو الحمل ما اكتملش يعني سقطت بيقعد لونها بني لانها بتحصل في الايرلي بريجننسي. يبقى الاول في شوية حاجات كوزمتيك، ان هو بيكبر البريست عن طريق الاستروما والفات، يزود الدموية البلاد سبلاي، يلون الإيريا، كل ده حاجات بلاش نمر. اهم حاجه انه بيعمل الدكت سيستم، النيبل والدكتس. ده مين يا اولاد؟ الايستروجين. يجي البروجستيرون بتاع الحمل، برو قلنا يعني قبل، جستيشن يعني حمل،
يكمل الصوره، يركب في الضغط. انا شايف الفرق بين الرسمه اللي بيقولوا الالفيولاي اللي هيتحط فيها الميلك ده مين يعمله؟ بروجستيرون. طيب مين يملاهم بميلك؟ برولاكتين بتاع الانتيرو بيتيوتري ده اللي بيعمل سكريشن. طب مين يفضيهم عشان البيبي يقدر يرضع؟ يسموها ميلك ايجكشن او الاصح ميلك ليت داون. ازاي؟ ان في حوالين الالفيولاي خلايا عندها خاصيه الانقباض اسمها مايو ابيثيليال سيلز، اهي مايو ابيثيليال سيلز يعمل لها كونتراكشن فيعمل ميلك ايجكشن او ميلك ليت داون. ده مين؟ الاوكسيتوسين بتاع البيتيوتري. الاثنين دول البرولاكتين اللي بيملى اللي بيعمل سكريشن والاوكسيتوس اللي بيعمل ميلك ايجكشن بيبقوا ستيميليتد بالساكلينج بالرضاعه لما البيبي يرضع في تاتش ريسبتور في النبل. طيب للاوائل بقى الايسترون بروسترون فيه هرمونات تانية بتساعدهم بيساعدهم البرولاكتين عشان كده سموه برولاكتين لانه بيبتدي قبل اللاكتيشن بيساعد الجروث بيساعدهم الجروث هرمون شو ما بيعملوا جروث يبقى 100% محتاجين جروث هرمون بيساعدهم الانسولين اللي هو اهم انابوليك هرمون بيساعدهم الجلوكوكورتيكويد يعني في اربع هرمونات بتساعد الجروث باي ايسترون اند بروجسترون للاوائل برولاكتين وانسولين وجروث هرمون وجلوكوكورتيكويد. طب مين بيساعد البرولاكتين؟ قلناها الهيومن كرونيك سوماتومامو سوماتوماموتروبين. طب مين بيساعد الاكسيتوسين حفظتها الاجيال؟ المساعد ربنا ده بيشتغل لوحده بيعمل لوحده الميلك ايجكشن او الميلك ليت داون. فده سؤال مهم قوي يا اولاد. يبقى تاني البنت بيبقى البريست بتاعها بتاع الطفله مفيش خالص. نقول الاول حاجات جماليه مين يكبره ويلون الاريولا يخليها لونها بينك ويزود الدمويه الايستروجين كل ده تاخد عليه صفر. اهم حاجه بيعملها الايسترون نيبل وداكت الداكت سيستم ايستروجين. مين يكمل الصوره يركب الالفيولاي واللوبيولز البروجستيرون. مين يملاهم ميلك سكريشن برولاكتين بتاع الانتيرو بيتيوتري. مين يفضيهم للبيبي ميلك ايجكشن او الاصح ميلك ليت داون كونتراكت مايو ابيثيليال سيلز عشان الميلك ينزل ناحيه النيبل عشان سهل البيبي يسك البيبي السكلينج باور بتاعته مش قويه فمحتاج حاجه تعصر له الالفيولاي تميل ليت الميلك داون عشان يبقى قريب من بق البيبي ياخده ده الاوكسيتوسين بتاع البيتيوتري والبرولاكتين والاوكسيتوسين الاثنين ستيميليتد بالسكلينج. للاوائل مين الهرمونات المساعده؟ الجروث يحتاج الى اربع هرمونات برولاكتين وانسولين واثنين بحرف الجي جروث هرمون اند جلوكورتيكويدز برولاكتين وانسولين وجروث هرمون وجلوكورتيكويدز. مين يساعد البرولاكتين؟ الهيومن كرونيك سوماتو مامو. مين يساعد الاوكسيتوسين؟ مساعد ربنا. تعالى بقى شوف حاجه جميله قوي. تصور من عجائب الخلق والخالق ان تركيب اللبن يا اولاد بيختلف اسبوع عن اسبوع. ففي اول اسبوع بعد الولاده بيبقى اللبن فيه مور اميونوجلوبولينز وعليه بروتينز. عارف ليه؟ لان بيبي كان في عزله داخل بطن امه معزول عن الانفايرمنت فجاه نزل للانفايرمنت مليانه بكتيريا وفيروسات يبقى محتاج مناعه اميونيتي انتي بوديز اميونوجلوبولينز. فالكلوسترام بتاع اول اسبوع من بيبي معزول في بطن امه وهينزل لمجابات الحياه فبيبقى فيه مور اميونوجلوبولينز اند بروتينز. طب الاسبوع الثاني والثالث بقى الاولاني ده بتاع اول اسبوع يسموه كلوسترام. الاسبوع الثاني والثالث بيبي بقى بيتحرك وبيرفص يبقى عاوز كالوريز فعشان كده بيبقى الميلك بيتغير بيبقى فيه مور لاكتوز اند فات هاي كالوريز. واقول لكم فقط المعلومات العامه في حاجة مش في الإنسان أعجب. في أستراليا يا أولاد في حاجة اسمها كانجارو. اسمعوا عن الكانجارو اللي هو موجود فقط في أستراليا. إن أستراليا دي ملهاش علاقة بالأربع قارات التانية. الأربع قارات التانية أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا طلعوا من حاجة اسمها سوبر كونتيننت يعني قارة واحدة انفصلت لأربعة. إنما أستراليا دي جاية من القطب الجنوبي انفصلت عن القطب الجنوبي من 35 مليون سنة وطلعت لفوق 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 لحتة فيها درجة حرارة معتدة فنشأت فيها حياة تختلف عن كل الحياة اللي في الأربع قارات التانية. وعشان كده في هناك
حيوانات مش موجوده في الاربع قارات الاخرى من ضمنها الكانجارو. كانجارو ده تصور بقى عنده كذا ثدي بينتج في نفس الوقت نوعان مختلفان، بينتج نوعين مختلفين من اللبن الكانجارو، لانه بيبقى عنده اثنين يعني اوف سبرينجز في ان واحد في اعمار مختلفه، فبيدي لكل واحد لبن من ثدي بتركيب مختلف. احنا الانسان تركيب اللبن بيختلف مع الوقت، اول اسبوع في اميونوجلوبولينز بروتين، الاسبوع الثاني والثالث في سعرات كتير، في جلوكوز وفاتي اسيد. في الكانجارو بتاع استراليا في ان واحد ينتج نوعين من اللبن ليناسب الاوف سبرينجز. الا يدل هذا يا اولاد على انه وراء الخلق خالق قوه عاقله نسميها الله؟ واستغرب ان يوجد في عالمنا هذا ملحدون. نيجي الانيشيشن واللاكتيشن. من المعلومات الطريفه ان الست من اول الشهر الخامس اوف جيستيشن وهي حامل يبتدي صدرها يجيب شويه لبن قليلين، بس طبعا ده ما فيش جنين لسه، انما ساعه الولاده بقى اللبن يتدفق بطريقه رهيبه. عارف ليه؟ مين اللي كان مانع البرولاكتين انه يطلع لبن في اثناء الحمل؟ الايستروجين. فلما الست بتولد بينزل بلاسينتا اللي هي كانت بتطلع ايستروجين. نأسف على انقطاع البث، فاضل لي دقائق معدوده وننهي فنواصل. كنت بقول لكم انه الايستروجين والبرولاكتين موجودين في البريجننسي، فالايستروجين والبرولاكتين بيسينرجايز مع بعض، بيساعدوا بعض في عمليه الجروث، عشان كده هم موجودين في فتره البريجننسي. بس بعد البريجننسي عايزين لاكتيشن، الايستروجين بيانتاجونايز البرولاكتين على لاكتيشن، يعني يساعده في الجروث عشان كده موجود معاه في البريجننسي، بس يعكسه في اللاكتيشن. فعشان كده بعد الولاده نزل البيبي ونزل وراه البلاسينتا وبالتالي اختفى الايستروجين، فبقى البرولاكتين لوحده يعمل لاكتيشن. يبقى تنسوا دي يا اولاد ان هم they synergize يعني يتعاونوا في الجروث ده في البريجننسي، لكن هم متضادين في لاكتيشن. عشان كده في اثناء البريجننسي مفيش لاكتيشن تذكر، لما ينزل البلاسينتا وينزل الايستروجين بقى البرودكت لوحده، ده هاو انيشيت موضوع اللاكتيشن. فاضل لي دقائق معدوده عن اللاكتيشن اللي هو الايفكت اوف لاكتيشن على المنسترال سايكل. طبعا احنا فاكرين قلت لكم ان البرولاكتين اللي هو بيساعد الرضاعه ويمنع الحمل، لان الست ما تتحملش ان تبقى حامل تبني بيبي بالحمل وفي نفس الوقت بتبني بيبي اخر بالرضاعه. فربنا خلى البرولاكتين بتاع الرضاعه يقلل الجوناتروبين ريليسنج هرمون، وعليه مش هيحصل اوفيليشن، وبالتالي ما يطلعش الايستروجين بروجستيرون، تتوقف الدوره في اثناء الرضاعه. فممكن يبقى في امينوريا، يعني مفيش منسترال سايكل. في ستات كتير من اللي بيرضعوا بسبب ان البرولاكتين بتاع الرضاعه بيوقف الجوناتروبينز، بيوقف الاوفيليشن وبالتالي الاوفيريان سايكل، ومن ثم المنسترال سايكل، فبيبقى في امينوريا في خمسه لمده 25 ل 30 ويكس في اثناء الرضاعه. يعني تصور 25 اسبوع ل 30 اسبوع الست بترضع ما بيجيلهاش منسترويشن. حتى في ريفنا المصري الست تقول تعبير غريب شويه عاوزكم تعرفوه، تقول لك برضع نظيف. بترضع نظيف يعني ايه؟ بترضع ما عندهاش الحيض. ايفي لو عندها حيض بيبقى 50% من السايكل. شوف رحمه ربنا في الفيرست 6 مانس وهي عندها حيض انوفيلاتري، مفيش اوفيليشن، فغير قابله للحمل، لان قلنا ما يستقيمش ان الست تتعب في بناء طفل بالرضاعه، بتبنيه من لحمها الحي وتبني طفل اخر بالبريجننسي، فلا يستقيم الرضاعه مع الحمل. This is why ربنا خلى اللاكتيشن توقف جوناتروبينز وبالتالي الاوفيريان وبالتالي المنسترال سايكل، يبقى في امينوريا في لمده 25 30 اسبوع، ولكن حتى لو في منسترويشن غير قابله للحمل بسبب ان السايكل في 50% منها لمده 6 اشهر انوفيلاتري. نيجي الشاري فورميل سندروم. ايه بقى الشاري فورميل سندروم؟
ده ست عندها لاكتيشن يعني بتنزل لبن واميوريا برغم انها ان نيرسينج فيميل يعني ما بترضعش الجنين بتاعها. البيبي بتاعها يا ما بترضعوش بترضعه رضاعه صناعيه يا اما توفاه الله. ومع ذلك الست عندها لاكتيشن في تدفق في الميلك وامنوريا. فده رير سندروم يسموه شاري فورميل سندروم. سببه احنا فاهمين ان هي هي ما بترضعش بس في بيرزيستنت برولاكتين، واحنا قلنا طول ما في برولاكتين بيوقف الجونادوتروبينز. ده تصور الاغرب بقى خدناها قبل كده، فاكر في نون بريجنان مش ست كانت حامل وما بترضعش، مش حامل من الاساس نون بريجنان فيميل، وقلنا في العيانين اللي عندهم هايبر برولاكتينيميا بيبقى عندها جلاكتوريا بتنزل لبن كتير وفي نفس الوقت موقف البرولاكتين يساعد الرضاعه ويمنع الحمل عندها امينوريا. ايه سببها؟ ان عندها هايبر برولاكتينيميا بسبب ايه؟ قلناها حاجه من اتنين، يا بيتيوتري تيومر بيطلع برولاكتين، يا اما حصل انجي في البيتيوتري ستوك اللي هو الهايبوثالامو هايبوفيزيا بورتال سيركيليشن اللي بتجيب البرولاكتين ان هي بتتقطعت البيتيوتري ستوك الواصله بالبيتيوتري الهايبوثالاموس اللي بينزل عن طريقها البرولاكتين انهيبيتنج مقطوعه، مفيش برولاكتين انهيبيتنج مفيش انهيبيتنج يبقى يطلع برولاكتين يعمل جلاكتوريا وفي نفس الوقت يوقف الجوناتروبينز، يبقى لا في اوفيريان ولا في منسترال سايكل امينوريا. بدا في ست مش حامل خالص. طب اخر نقطه، ايه علاقه الهرمونز بالكانسر يا اولاد؟ 35% من الستات او البريست كانسر في الفيميل، من الستات اللي عندها بريست كانسر بيبقى في التشايلد بيرينج ايج في سن اللي يقبل الست فين تبقى حامل اللي هي في فتره الخصوبه فتره الريبرودكشن التناسل والتكاثر، 35% من اللي عندهم من الستات اللي عندهم بريست كانسر، والبريست كانسر ده من اكتر انواع الكانسر شيوعا في السيدات، ثلث الحالات تقريبا بتبقى ايستروجين ديبندنت معتمده على الايستروجين، وعليه السيمتومز تتحسن جدا. بس خدوا بالكم افتحوا دمكم الدكاتره كويس، نوت كيورد، الكانسر مش هيخف انما السيمتوم هتتحسن، والست ممكن تعيش لمانث اور ييرز لشهور او سنوات لو شلنا لها بوث اوفرز، يعني شلنا الايستروجين والكانسر ديبندنج على الايستروجين، او ادينا دراج انهيبيت الاكشنز والايستروجين. يبقى دي معلومه قيمه جدا. ثلث حالات 35% يعني تقريبا ثلث حالات الكانسر في البريست في السيدات في فتره الاخصاب في فتره التكاثر بيبقى ثلث الحالات معتمده على الايستروجين، وبالتالي تتحسن كثيرا ولا تشفى، ولا تشفى، تتحسن فقط لمده مانث او ييرز بانك تشيل الايستروجين، تشيل الاوفرز او تدي عقار ينهيبت الاكشن الايستروجين. نفس الكلام في الميل، في بعض البروستاتيك كانسر، والبروستاتيك كانسر ده من كانسرز اللي هي كتير قوي في الميل، ار ان اندروجين ديبندنت بتعتمد على التستوستيرون، وعليه بنفس المنطق ممكن يريجريس تمبورالي يعني نوقف المرض مؤقتا وليس يشفى لو شلنا له بوث تيستكلز، يعني شلنا مصدر الاندروجين او التستوستيرون اللي هو التيستكل او ادينا له جونادوتروبين ريليسنج هرمون اجونست. هنا بقى غريبه شويه، بندي جونادوتروبين ريليسنج اجونست يزود الجونادوتروبينز، فلما يزود الجونادوتروبينز يقل الجونادوتروبين ريسبتورز بالداون ريجوليشن، يعني احنا ادينا له جونادوتروبين ريليسنج هرمون خلاص، فده قلل الجونادوتروبين ريليسنج هرمون ريسبتور عمل داون ريجوليشن، فعليه يقل الجونادوتروبينز ال اتش ويقل التستوستيرون. ده علاقه الهرمونز بالكانسر. يبقى البريست كانسر في ثلث الحالات متعلق بالايستروجين، عدد من حالات البروستاتيك كانسر متعلق بالتستوستيرون، تشيل الاوفرز او تشيل التستكل او توقف الايستروجين او توقف تستوستيرون بس بطريقه غريبه انك تدي جونادوتروبين ريليسنج هرمون فيقلل عدد الريسبتور بتاعته بالداون ريجوليشن فيقل ال اتش فيقل التستوستيرون، بيحصل تحسن مؤقت قلنا في حاله الفيميل قد يدوم لشهور او سنوات، ولكن لا يحدث شفاء برغم ان هو ديبندنت على الايستروجين او الاندروجين.
سعدت بلقائكم يا أولاد، وكده أتممنا الفيميل ريبرودكتيف سيستم. ويعني أعود لأذكركم مرة أخرى يا أولاد إن المحاضرات دي يعني بنعملها لصالح الأطفال من المصابين بالكانسر بالسرطان، وأي واحد يعني لقى إن المجهود اللي اتعمل في المحاضرة يعني نفسه يكتب لايك، أو أنا شايف كلكم بتقولوا تعقيبات جميلة، الأهم من ذلك يا أولاد من فضلكم يعني ساندوهم بمكالمة صغيرة ل 57357 مع السرطان بتاع الأطفال. مش هتكلف حاجة، هي المكالمة بتكلفك أعتقد 5 جنيهات فقط، ما تصلح لشراء أي شيء، ولكن زي ما بقول البحر عداده من نقاط من قطرات. أنت معاه مع أنا مع ناس كتيرة، لما نعمل كده السبورت للولاد ده يبقى كويس. تخيل طفل يعني مفروض في الحياة يلهو ويسعد، فربنا يعني ابتلاه بالكانسر. مهمتنا ان احنا نساعدهم يا ولاد. انا في ناس زي ما بقول ساعدوني، وانا بحاول اساعدكم، وانتوا بتساعدوا الاطفال فتكتمل الدائرة. بشكركم على حسن انصاتكم، واتمنى اكون افدتكم، والى ان القاكم ادعو الله لكم بالتوفيق، ونلقاكم قريبا بإذن الله. شكراً.